بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. الاهلي والقيمه المضافه لاي مكان وزمان. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. الاهلي القيمه المضافه، الاهلي العنصر المهم، الاهلي الحاضر دائما في كل المناسبات. هتقول الخبر الاضافه ولا هتقول؟ هنقول القيمه المضافه. أنا رأيي بعد تقرا العناوين هنقول لكم الاضافه الجديده، لكن حلقه النهارده المهمه فيها سته عناوين. وتتوالى الشهادات من خارج البلاد. الوصفه السوليه في فك الطلاسم العشريه. موعد مع الاثاره، فهل تمطر من جديد؟ كهرباء والضغط العالي. ثرثرة على شاطئ السوشيال. وأخيرا ودائما الأساطير الحقيقية في الصلاة. النهاردة مباراة الدوري كانت فيها كتير من التقلبات والإثارة. طلائع الجيش حقق أول فوز له السنة دي، كان على حساب الزمالك 3-2، كما أنه وادي الدجلة حقق أول فوز له النهاردة وكان على حساب المقاولين العرب. وانفرد الأهلي بصدارة الدوري بدري بدري. الدوري أيوة حلو، والدوري المصري يثبت يوما بعد يوم أن إحنا اللي بنعمل الجرائم بحقه وبحق الكرة المصرية. انتظام المسابقة أصبح أمرا واضحا أنه السبيل الوحيد لرفع المستوى، وتكافؤ الفرص وإعطاء الفرصة للأندية كلها. صحيح. أنها تتألق. صحيح. انا اتفرجت على الشوط الثاني من مباراه الاتحاد السكندري والمقاصه، واستمتعت استمتاع شديد جدا جدا بالمستوى اللي قدموه الفرقتين. طبعا الاتحاد السكندري قريب من قلبي جدا. حال معظم مشاهداتك انت اسكندراني؟ لا، ومعظم الاهلاويه. صحيح. الاتحادويه كده. صحيح. احنا الاتحاد زي ما بقول لك، كانت تقاليد الموسم تبدا بمباراه بين الاهلي والاتحاد، والاتحاد لازم. وانا عندي ضعف ناحيه الانديه الشعبيه. صحيح. فما بالك لما يكون النادي ده هو نادي الاتحاد سيد البلد. الحقيقه قدموا مباراه يعني يتقدموا يتعادل المقاصه، يتقدموا يتعادل المقاصه، ومفيش ياس. الجون الثالث اللي جه ابداع ابداع، احمد رفعت عمل مجهود خطير جدا، وسيسيه اتصرف بطريقه عبقريه في الانفراد. خلاص اتزنق، لو لعبها مباشرة بيمينه وبشماله الجون هيصدها، فيروح لعبها سويرف كده بوش رجله، يا دوبك عدت رجل الجون تلف في الجون. جون رائع بما تعني هجمة يعني منظمة، ما تنبئش انها هتيجي جون، لان المجهود اللي عمله احمد رفعت خطير جدا. انا عايز اقول لك مباراة ممتعة. طبعا ما اسعفنيش حظ ان انا حتى اشوف لقطات من ماتش، لان كنا في الطريق وبنجهز من ماتش الطلائع والزمالك، لكن السيناريو بيقول انها ايضا لابد ان تكون مباراه سريعه وقويه. الاسبوع الثامن الاهلي فاز على حرس الحدود 1-0، الاسماعيلي فاز على اف سي مصر 1-0، سموحه فاز على اسوان 2-0، الانتاج فاز على طنطا 1-0، المقاولين العرب خسر من وادي دجله 1-0، الاتحاد السكندري زي ما اشار لكم المهندس عدلي فاز على المقاصه 3-2، وهي نفس النتيجه اللي فاز بيها طلائع الجيش على الزمالك. بكره يكتمل الاسبوع الثامن، انبي مع المصري وبيراميدز مع الجونه. الدوري ما تقدرش تتنبأ بنتيجه اي مباراه. الاهلي تخطى الحدود الصعبه وبيستعد بقوه وجديه لمباراه الاسماعيلي يوم الخميس. حسام عاشور كابتن الاهلي انتظم في مران الفريق النهارده في ملعب مختار التتش، وكان غاب عن المباراه الاخيره او عن المران الجماعي الاخير للاجهاد. ريني فايلر عمل تقسيمه قويه بين لعيب الفرقه في ختام المران. اكتفى عمرو بدر لعب فريق الشباب اللي تم تصعيده للفريق الاول بتدريبات بدنيه، واطمئن ريني فايلر على كل الحاله بتاعت اللعيبه اللي موجوده. ياسر ابراهيم قلب الدفاع بيأدي تدريبات في الجيم لتجهيزه للمرحلة اللي جاية إن شاء الله. كان خرج من مران السبت بسبب آلام عضلية، ورينيه فايلر عقد جلسة خاصة مع محمود متولي
قلب الدفاع العائد من الإصابة، وانتظم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه. ريني فايلر الحقيقة باصص دايما وأبدا على فرق الناشئين باستمرار، عينه عليهم. فريق الشباب مواليد 99 حقق فوز مهم. عايزين نتوقف عند الخبر ده. اه، ريني فايلر عينه على فريق الشباب. اه، يعني اذا استطعنا واذا تحقق ان ريني فايلر هيحط عينه على فريق الشباب، وكما قيل انه في تفكير ان يتم توحيد اسلوب اللعب، ده مهم جدا لاعداد ان اللعيبه لما تطلع. اولا جزء كبير من الاصابات يا استاذ ابراهيم، اللعيب لما بيطلع من قطاع الناشئين او حتى يجي لك من نادي بره، الجرعات التدريبيه مختلفه والتكتيكيه مختلفه، التكليفات التكتيكيه مرهقه طبعا. انك تضغط وتعمل، فده ان كانش اللاعب طالع متاسس صح تكتيكيا وبدنيا على سيستم اللعب نفسه، ممكن يبقى يتعور. مش بياخد وقت وبيتعور بسرعه. فمن زمان ده حلمنا، يعني كل مدرب بيجي كنا بنديله في العقد بتاعه انه مسؤول عن الفرقه اللي تحتيه اللي تاليا 21 او 19 اللي هي اللي تاليا. فما بالك بقى لو كان بيحاطط عينه على القطاع كله. فجوسي كان بيعملها بمبادرات شخصيه، كان بيطلع لك ساعات بعض اللعيبه ببعض اللعيبه اهمهم طبعا وابرزهم حسام عاشور. فايلر النهارده لو عمل هذا وطور من الفكر التكتيكي والاعداد البدني لقطاع الناشئين، اكبر مكسب. لانه فريق كمان الشباب مواليد 99 زي ما قلت لكم فاز على حرس الحدود 2-1، بيتصدر المسابقه دوري الجمهوريه بدون هزيمه، عنده 41 نقطه. فاز على حرس الحدود 2-1 ضمن الجوله 17 والاخيره في الدور الاول. الاسماعيلي تعادل مع بيراميدز 1-1، الفارق التاسع في صداره دوري الشباب عشان يكون 5 نقاط لصالح الاهلي. الاهلي عنده 41 نقطه بعد ما فاز في 12 مباراه وتعادل في 5 مباريات وسجل 41 هدف مقابل 14 هدف دخلوا مرماه. 41 و41 و14 يعني ارقام. ثم انبي وطلائع الجيش والزمالك في المراكز من الثالث وحتى الخامس، يعني الزمالك الخامس في هذه المسابقه ب 31 نقطه لكل منهم. شباب الاهلي هيلعب مع سموحه يوم الاحد في الجوله 18، والجهاز الفني لفريق الشباب عارفين حضراتكم بيقوده الكابتن عمرو انور المدير الفني، معاه ياسر رجب واحمد عبد الظاهر مدربين، وايهاب خميس مدرب حراس المرمى. احمد عبد الظاهر بتاع الاهلي، مش بتاع مش الكابتن احمد عبد الظاهر المدافع واحمد، وكان مدافع وفي نفس المكان وكان اسمه لا احمد عبد الظاهر تاني فرود عبد بتاع عبد الظاهر السقا. احمد عيد مدير اداري، واحمد ابو عبلة طبيب، ومحمد حسن مخطط الاحمال البدنيه. ده فريق الشباب المتصدر واللي نتائجه ان شاء الله تسعد كل الاهلاويه. وزي ما المهندس عدلي اشار، الجزئيه المهمه جدا الربط بين فريق 20 ولو فريق 18 يبقى كويس قوي، لانه هم دول الامداد المباشر للفريق الاول. هو ده التطوير. هو ده اللي هيطلع لك. انت عربي بادئ في فريق 18 وفي بعض العناصر في 18 وفي 20 بيستعان بيهم اولا باول، لكن نتائج الاهلي الحقيقه وانتصاراته بتسعد كل عشاقه وكل جماهيره، فما بالك بالفنانين. الفنان خالد بدوي، خالد النبوي كان ضيف الاستاذ عمرو اديب وحب يناوشوا كده نشوف خالد النبوي واهلاويته. مراد انت عن الاهلي السنه دي شكلك سعيد. انا اهلاوي. فايلر وما اهلاوي. وكهربا اللي جالكوا يا سيدي. انا اهلاوي، اللي يخش تحت مظله الاهلي بيمشي بقوانين الاهلي، باحترام الاهلي، بمبادئ الاهلي، والاهلي مش عارف. حاسس انك بتنبط او حاجه. لا والله العظيم. لا شكلك بتنبط. لا والله. لا يعني ايه مظله الاهلي وعلم الاهلي وفانيله الاهلي ومش عارف ايه ويطير وبساط الاهلي؟ فجاه كده حسيت انك بتنبط على النادي. لا خالص، بس احب اغيظك شويه. ما هو احنا برضو شويه حاجات شويه. الله جميل عمرو اديب ده. تومان باي اهلاوي. طيب زي النهارده وزي اي نهارده كانت في لحظه فرحه للاهلاويه في 15 ديسمبر، ولكن 1950 الاهلي بيفوز على فاروق اللي هو نادي الزمالك فيما بعد 2-0.
في الدوري العام بهدفي توتو ومحمد الجندي. في 17 ديسمبر 1948 الأهلي بيفوز على السكة الحديد 7-0 في الدوري. الأهداف كانوا لفؤاد صدقي هدفين، وأحمد مكاوي وفتحي خطاب وتوتو وسيد عثمان وحلمي أبو المعاطي هدف. الأهلي بالمناسبة عايز أحكي لك حاجة عن الماتش ده. سمعتها من الله يرحمه كابتن حلمي أبو المعاطي. أيوه الله يرحمه. فكانوا بيتكلموا على مختار التتش يعني إنه حاجة بره الليلة دي كلها. كسبانين هم 7 وخارجين مزقططين وفرحانين، فمقابلين بقى الكابتن مختار التتش مقابلهم مكشر، ففرحانين على ايه؟ فحلم ابو العاطي قال فرحانين على ايه؟ كسبانين 7 كابتن مختار، قال له ومضيعين 17. شوف الجدية. فقال له الله الله يكون في عون السك الحديد، ده انت بتزعلنا احنا. بالمناسبة الألف شوف الذهنية بتاعت طبعا ان انت تحافظ على جديد الفريق. انا جبت كام؟ انا ليه ده؟ انت كنت تقدر تعمل ايه؟ الاهلي بالمناسبه فاز 4 مرات بال7، فاز على السكه الحديد، فاز على الترسانه، فاز على الترام وعلى اتحاد الشرطه. دول السبعات اللي حصلت في تاريخ الدوري، لكن الستات كتيره جدا. يعني تقريبا معظم فرق الدوري سبق ان هي خسرت من الاهلي ب6 اهداف. يعني نتاج كمان كبير، اصلا النتاج دي ما تتكررش كتير يا استاذ ابراهيم. يعني عشان كده بتبقى بتعلق في الذهن يعني. طيب كده خلصنا زي النهارده، لكن كمان الجديد انه بتتوالى الشهادات من خارج البلاد. ما هي دي بقى هتربطها لنا ازاي بالقيمه المضافه؟ بصوا، لما حد في مصر بيتكلم على الاهلي بيتكلم بمشاعره، لما حد من الأهلوية بيشيد بالأهلي بيتكلم بأحاسيسه، حتى من العرب الانتماءات موجودة، والأهلي على تواصل وعلى تأثير في المحيط العربي عامة تاريخيا حتى. لكن لما تجيلك الشهادة من مش من خارج البلاد، من أقصى الكرة الأرضية، من جنوب أفريقيا تحديدا، تقريبا من عند جنوب أفريقيا، من قرب رأس الرجاء الصالح، أنت في أطراف الكرة الأرضية. أنت عارف إن رأس الرجاء الصالح دي بيقولوا إن هي دي منتصف العالم. بالظبط. في هناك كان علامة كده. بقول لهم إيه دي؟ قالوا لي دي علامة إن ده منتصف العالم. صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية كان من فترة أوفدت مندوب ليها جه القاهرة، زار النادي الأهلي، بيعمل تحقيق صحفي عن النادي الأهلي اسمه لورانس كولير. لورانس كولير جه زار النادي الاهلي، التقى المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي، زار النادي وتعرف عن كل حاجه في النادي الاهلي. طيب ده الطبيعي وده العادي، لكن لما يروح جنوب افريقيا، الصحيفه الكبيره في جنوب افريقيا تفرد 6 صفحات للحديث عن النادي الاهلي، عن بطولات النادي الاهلي، عن تقاليد النادي الاهلي. حتى بيقول لك يعني نادي مؤسس على قيم وانحيازات اخلاقيه كتيره هي اللي عملت له هذه القيمه المضافه اللي المهندس عدلي بيتكلم عليها. كيف انه هذا التراث القيمي والاخلاقي اللي تاسس عليه النادي الاهلي، ترى صحيفه جنوب افريقيا انه كان قوه دافعه لتحقيق بطولات نادي القرن في افريقيا. مش بس كده يا باشمهندس، ده كانت النتيجة انه هذا التحقيق الصحفي عن الاهلي كبير افريقيا ياخد جايزة العام الصحفية في جنوب افريقيا. هو ده اللي يهمني بقى. يعني مجرد انك اهتميت والقيت الضوء على حجم النادي الاهلي وتاريخه ومبادراته وتأثيره المجتمعي، الهم الاعلام في جنوب افريقيا والخارجي ان يروا ان هو ده النموذج اللي يستحق لمن يعني اهو ادي الجائزه. من قام بهذا العمل الاعلامي ان يستحق عليه جائزه، لانه قدم مش بس تغطيه مميزه، ده قدم خدمه الى المجتمع انه ينقل هذه التجربه وهذا التراث. فلما نفخر بالنادي الاهلي مش من فراغ يا استاذ ابراهيم. ده التاثير اللي حصل من الزياره، الوفود الصحفية لما جت في مصر في تغطية بطولة الأمم الأفريقية وفي كل الزيارات، إنه النادي الأهلي يهتم دايما وأبدا بهذا التواصل مع كل صحفيي العالم المختلف من كل وسائل الإعلام الدولية. لما بيجوا يزوروا مصر بيكونوا حريصين على
الاطلاع على نظام العمل في النادي الاهلي، عن اسباب تفوق هذا النادي، عن قيمه وحقيقه نجومه. حتى كيكوف عامله سبوت على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كواحد من اساطير الكره الافريقيه ورئاسته للنادي. يعني الناس رابطه الحاضر بالماضي في تحقيق زي ما قلت لكم 6 صفحات استحق انه يكون هو، صاحب جائزه. هو المهندس سراج لمس على نقطه مهمه جدا في هذا الحديث، ان هو لما خسرنا 5 من جنوب افريقيا، طبعا هو كان سؤال لازم يتسال بالنسبه لهم، فقال لهم والله يعني ما معناه ان هي دي الخساره البناءه، ايوه، لانها وقفتنا عند ان احنا نواجه مشكله ونحلها ازاي. فكان الحل السريع ببناء فريق جديد وتغيير اسلوب التدريب، ادى الى كامباك يعني من اصعب ما يكون على مستوى العالم. انك تقدر تكسب في الاخر الدوري وتعوض الكارثه التي حدثت في جنوب افريقيا والتي كانت سببا في كل هذا البناء وهذا التطور الذي نشهده الان. هم حتى التحقيق اتكلم على حادثه بورسعيد وازاي ده كان يوم صعب جدا على النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي قدر يتجاوزه، وازاي قدر ياخد بطوله افريقيا من خضم الاحزان اللي كان فيها. ما ال 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 الشهداء الهمهم وادى شعله. صحيح، شعله في انت بتلعب ومفيش دوري. ايوه، انت بتلعبش غير بطوله افريقيا سنتها. ايوه، تقوم مكرس حياتك كلها انك انت عايز تهدي الشهداء دول هذه البطوله. اذا هي دي قيمه النادي الاهلي، قيمته في تاثيره في حتى محيطه القار الكبير، في انه اطراف القاره الافريقيه تدرك قيمه النادي الاهلي، القيمه الحقيقيه لهذا النادي الكبير. بيتكلموا على 112 سنه من الانجازات والانتصارات والنجوم والبطولات، وازاي تاثير القيمه الاخلاقيه وانحيازات الاهلي دائما وابدا لتقاليده هي اللي بيقدر يبني عليها للمزيد. الاهلي مش بس بيسعد محيطه القاري، حتى محيطه العربي. زار النادي الاهلي امبارح وفد من رابطه مشجعي الاهلي وعشاق الاهلي في غزه من فلسطين الحبيبه، حبوا يكرموا قيادات النادي اللي تم التجديد ليهم. كان الصديق العزيز ضياء مصباح، طبعا صديقك العزيز علاء خالد متابع من غزه باهتمام كبير جدا، حضر ضياء مصباح رفقه كل الوفد الفلسطيني الاهلاوي جدا، استمتعوا بالنادي والتقوا الاستاذ خالد مرسي مدير فرع النادي في الجزيره في تكريم على تجديد مجلس الاداره للثقه في مدير النادي الاهلي، وايضا للتاكيد على انه انتصارات النادي الاهلي، بطولات النادي الاهلي مبعث فخر وسعاده لكل محبيه في كل مكان يا باشمهندس. يا رب الى مزيد، لان الحقيقه تاثير النادي الاهلي هو كالاشعاع يمتد ويمتد ويتوغل ويتوغل. يعني كل من يحتك بالاهلي يعني يتاثر به. كله يتاثر به، واعتقد امبارح كله تاثر بالمباراه الصعبه. الوصفه السوليه في فك الطلاسم العشريه. طبعا ماتش من اصعب ما يمكن، وانا كنت دايما ارى هذه المباراه مباراتين ثلاثه يعني. منهم المقاولين الاتحاد، يعني الفرق طابع اللعب بتاعها. بص عشان نشوف الوصفه العشريه، ده عمرو السولية كويس. ما هو اللي هي انت ايه الوصفه الشوتنج، ايه الشوتنج من بره، مالكش حل تاني. التكتل ده ما يحلوش الا الشوتنج من بره. لان هو مش تكتل، ده فريق باكمله 10 لعيبه زائد الجول. ده بص عد، هتلاقي 10 لعيبه غير الجول. استنى يا شارب، اهدى بقى، وقف كده اهو، وقف كده. عدوا بقى الابيض يا جماعه، ال11 لاعب، ال11 لاعب اهو في منطقه ال18 ادي اهو بالظبط، عدوا والحارس المرمى، ادي ال10 وادي الحارس. انتوا متخيلين فريق بيدافع بال11 طول الماتش، طول المباراه، ومفيش حل. لا في حلول، بس مفيش توفيق، يعني كورتين في العارضه وكذا انفراد، لكن ما هي كده. واللافت انه من المفارقه انه نفس الهدف مع نفس الفرقه اتكرر من 4 سنين بالظبط. لو موجود يا شارب يا ريت نشوفه.
عمرو السوليه بيشوط قدام حرس الحدود من نفس المكان ويسجل ويحتفل بنفس الطريقه، عمرو السوليه ويحتفل بنفس الطريقه، كان وقتها اهو هتلاقي تقريبا من نفس المكان هو نفس العدد. طب وقف لنا برضه تعرف توقف لنا كان نفس العدد هتجد برضه. لا ده النكته انه عمرو احتفل ساعتها بالطريقه دي اهداء لطفله الاول، امبارح كان الطفل الثاني. ده مع كل ماتش للحدود هجيب طفل بقى مع الحرس بالذات اقول له مبروك اهو نفس العدد تقريبا نفس العدد ومن نفس المكان بنفس المهاره. لا امبارح كان التكتل اكثر كثافه. لان طيب. هنا 8 امبارح عايز كان 10. عايز اقول حاجه يا باشمهندس، طارق العش مدرب كبير ومدرب له بصمه في الدوري، لكن كتير انتقدوا لجوءه الشديد للتكتل الدفاعي فقط. يعني احنا بنشوف طنطا فرقه لسه صاعده غير حرس الحدود، عندها جرأه وبتصنع كوره وبتقدم كوره، وغير بقيه الفرق. لجوء المدرب اي مدرب للتكتل الدفاعي حق مشروع ولا حق مبغوض؟ لا حق مشروع، مشروع، لكن كل واحد يختار الاسلوب اللعب اللي يناسبه، اللي هو هيبقى مسؤول عنه مش اللي يناسبه. ايوه اللي هو هيبقى اللي يعبر عن شخصيته الفنيه، مش بس يعبر عن شخصيته الفنيه، ما هو هتلاقيه بيهاجم في ماتشات تانية مش هيلعب كده قدام كل الفرق. انما يقدر يتحمل مسؤوليه قراره. لما سئل قال له ما انت في الاخر خسرت، قال له كنت انا اتعادل بالظبط، لكن انا كمان ما انا لو لعبت ماتش مفتوح كنت هبقى زي فرق تانية خسرت بسكور تقيل. يعني هي رؤيه، هي رؤيه، وبيتفادى انه يخسر كتير. بس انا عايز اتكلم هنا يعني الحقيقه، انا يعني عايز اقول لقطاع من الاهلاويه، انتوا ليه مش عايزين تفرحوا؟ هو انتوا ليه كده كلنا بقينا بنفهم اكتر من اي مسؤول؟ طب حلو، بنفهم من اكتر من اي مسؤول، ليه عايزين الحل بتاعنا هو اللي يمشي، واذا كسبنا باي حل تاني يبقى كسبنا بس الحل غلط؟ احتكار الحقيقه. تالت غير كده وكده، هو انتوا ليه مش قادرين تقفوا مع لعيبتكم؟ هو ليه غيرنا بيكبر اي لعيب عنده او مشروع لعيب عنده وبيحوله ويديله الثقه عشان يحوله الى نجم؟ ليه احنا كل لعيب عندنا نبقى كسبانين 3-4 ندور على الغلطات اللي اللعيبه غلطتها؟ هو ليه احنا بنقيم النادي الاهلي كانه بيلعب نفسه؟ مش عايزين يعني عايزين نهاجم ونحرز اهداف وما نتعرضش للخطر ولا مره في المباراه. اذا تعرضت لخطوره مره واحده نقعد نقول في اخطاء الدفاع وفلان. انتوا ليه مش متنبهين ان احنا اقوى هجوم؟ وتقولوا عندنا عايزين فيرود. هو انتوا ليه مش متنبهين ان احنا اقوى دفاع؟ وتقولوا عايزين دعم في الدفاع. كل ده عشان خايفين في افريقيا؟ يا جماعه سيبوا الناس تشتغل، لان امكانياتنا اللي موجوده تسمح ببناء فريق صلد. ما تخلوش الناس يعني اذا كنتوا مش هتقولوا متشكرين مش هتسعدوا كده كده، ده حاجه تجيب احباط، عيشوا الفرحه شويه. فالجزء اللي هو فاهم قوي ده نقول له يا سيدي مقدرين وعيك، بس مش معنى كده انك تسيطر بيه على الدنيا كلها. ما ينفعش ان احنا لاننا فاهمين ما حدش غيرنا يفهم، لا احد يحتكر الوعي طبعا، لكن في واحد عنده وعي ومسؤول بقى، عنده وعي ومسؤول وعنده الصوره كامله. انت ممكن تبقى هو فاهم، ما هو مسؤوليته ان عنده صوره كامله بالظبط، فبالتالي بتاخد قرارك بناء على الصوره الكامله معلوماتيا. اللي من بره بيحكم والله ما تدوش فرصه يا جماعه حد يشككوا في فرقتكم، ناس كتير نفسها تشككوا في فرقتكم. طيب عموما هقول لكم سريعا كل ما حدث في الصحف وازاي جرايد الصدر النهارده شافت عبور الاهلي لهذه الحدود الصعبه. الاخبار قالت صاروخ السوليه يخترق خرسانه حرس الحدود، الاهلي يفوز 1-0 ويتصدر وعلامه استفهام على اللمسه الاخيره. الاخبار المسائي كان عنوانه الاهلي عدى الحدود، الاحمر يفلت من كماشه الحرس ويسترد صداره الدوري.
الأهرام الأهلي يهزم تحصينات العشري بهدف في مباراة عنوانها 40 متر. الفريق الأحمر يعود لصدارة الدوري بعد اللجوء للتسديدات البعيدة. والأهرام المسائي قالت فوز بالعافية. الأهلي يتغلب على الحدود بهدف السولية وفايلر ينهي مغامرة العشري في الوقت القاتل. مسعود والعارضة منع الشياطين من تفوق ساحق وأزاروا فريسة لدفاع طارق. المساء الأهلي 100-100 بقذيفة السولية. الأهرام المسائي الأهلي فوز بالعافية والمساء الأهلي 100-100. طبعا المساء أدق لأنه الأهلي فاز 1-0 بس السيطرة شوفوها عاملة ازاي. لا مش سيطرة بس جدارة. والاستحواذ والفاعلية والفرص والجدارة. الجدارة هو العنوان إذا كان يقصد فوز بالعافية يعني وجاء بشق الأنفس. ماشي لكن الجدارة مش عايزة نقشة. المصري اليوم الأهلي يلدغ الحدود بتسديدة السولية. تغييرات فايلر قلبت الموازين. فتحي نجم المباراة بلا منازع والعارضة تحرم المارد الأحمر من هدفين. يلا كرة الأهلي يعبر الحدود بصعوبة ويعود لصدارة الدوري. في الجول السادس على التوالي قذيفة السولية تخترق الحدود وتمنح الأهلي فوزا صعبا. ده المردود الصحفي في معظم الصحف اللي صادرة النهاردة اللي أكدت على تفوق الأهلي باكتساح، تحصينات حرس الحدود بامتياز، ثم نجاح عمرو السولية في اختراق هذه التحصينات بالقذيفة. هو هنا النقطة اللي عايزين نتكلم فيها. ان كل ماتشات النادي الاهلي والمباراة الوحيدة اللي خسرها الاهلي التعليقات هي ايوه الاهلي مسيطر، الاهلي عنده فرص، الاهلي يمتلك جدارة الفوز واستحقاق الفوز حتى في المباراة اللي خسرها. بتهاجم النجم الساحلي في ملعبه وهو خايف منك. ايوه وانت بتلعب 10 وانت بتلعب 10 و بتحصل ان يحصل سهو يجي منه جون. وارد يعني. أيوه. انما الفكره كلها انك انت الاهلي بقى يعني له شكل يتحاسب عليه. ايوه تقيس عليه. يعني هو الاهلي خلاص وصل الى قناعه المتفرج والمحلل والخبير. وصل الى هذه والمنافس. يعني هو كابتن طارق العشري كان بيقول ايه؟ وكل المنافسين بتوعك بيقولوا ايه؟ بيقولوا كده. فانت وصلت الى قناعه ان لا الفرقه الاهلي بتلعب كوره صح، كوره مؤثره، كوره ايجابيه. طيب بتلعب بشكل انت اقوى فريق بيضغط؟ انت اقوى فريق بيضغط. اقوى فريق بيسترد الكوره؟ انت اقوى فريق بيسترد الكوره. ده اللي كنا طالبينه. ايوه ده اللي كنا طالبينه، انك تبقى موجود في الملعب وبتعمل اللي عليك والتوفيق غالبا هيحالفك، واذا لم يحالفك يبقى عكس التيار وتكتسب الاحترام في النهايه. يعني ده اللي بيقوله المهندس عدلي وده اللي بيقوله المنافسين، لكن ماذا يقول المحللون؟ نشوف الكابتن ايمن يونس في اون سبورت. كابتن ايمن، نقدر نقول مباراه تكتيكيه من العيار الثقيل قوي. قوي تعجبني قوي يعني. ولا تاني؟ لا ولا تاني. لا يعني مش قوي. ايوه لا خلي بالك. طارق العشري حل المباراه، لان صعوبه انك تخترق افكار طارق العشري اللي محطوطه في الملعب كانت صعبه جدا. ازاي فايلر يتغلب عليها؟ بالذات ان كان كمان معظم اللعيبه اللي تديله الحلول ما كانوش في حالتهم الطبيعيه. ما تكلمنيش على حسين الشحات ولا رمضان صبحي ولا قفشه ولا ازار ولا اجاي، كلهم في اقل مستوياتهم اللي ادوها كل المباراه. وبرده مش بايديهم قوي، لان اسلوب اللعب والضغط والمساحات اللي مش موجوده والكثافات الغير عاديه. يعني الاوفر ترفع في الاخر و7 8 من فرقه حرس الحدود في 18 حاجه تخنق اي فرود. يعني صعب قوي على اي حد يقدر يلاقي نفسه مكان حركي حتى في المنطقه دي. لكن كانت الحلول من التصويب. وده اخر حاجه كانت في حسابات طارق العشري. كل انواع التقفيل كانت واحد برضه برضه يعني من الزحمه. قد ايه قد ايه طبعا محظوظ السلية ان الكره يلاقي لنفسه مساحه تصويب. ده حظ في المباراه اللي زي دي. القرار نفسه. ايوه انا اساسا الحظ جاي انه يلاقي لنفسه مساحه في الماتش ده كله انه يعدل نفسه ويشوط كره قويه جدا. طبعا
خدمته قوي بالاصطدام لما خبطت في مدافع حرس الحدود ودخل الجون. لكن مباراه الاهلي يستحق الفوز رغم الفوز واضحه للاهلي تماما وحاول عليها فايلر بكل الطرق، وان كان معظم اللاعبين زي ما قلت لك يحسب ايضا للسوليه ان هو ما التزمش بقى بمكانه وابتدى يضغط مع الفرقه وما يخافش من الكاونتر اتاك. يحسب لطارق العشري انه راجل مختلف في الدوري، عنده واقعيه في ادائه، عنده اسلوب واضح، عنده طريقه لعب مختلفه. امتعنا بصراحه الشوط الاول، عمل شوط اول 45 دقيقه اعتقد يعني هو ده الاداء اللي كان مطلوب من فرقه بتدافع قدام فرقه متوسطه المستوى قدام فرقه قويه. يعني طارق العشري منع التنفس الهجومي للنادي الاهلي، اللعيبه مش عارفه تلاقي مساحه، مش لاقي الكره. ورغم ده كله خلي بالك الاهلي برده عنده فرصتين ثلاثه، واحد اثنين في القائم طبعًا ولا طبعًا، ومحاولات حوالين المرمى وحارس مرمى جيد جدا لفريق حرس الحدود. لكن بصراحه المباراه مليانة شغل تكتيكي عالي جدا من طارق العشري ومن فايلر، الاثنين اوحوا في المباراة، الاثنين اوحوا على النتيجة، الاثنين حاولوا يطلعوا يعني كل اللي عندهم. لكن اللقطة دي بس اللي ما كانتش في حسابات طارق العشري. وانا يعني هو تدارك، انا مش معاه في ان اللعبة كانت اقل من مستواه، لكن ما هو انت الوقت الفرقتين بيلعبوا في خط ال 18، بيلعبوا في مساحه اقل من ثلث ملعب. صحيح. تكاد تكون ربع ملعب. ايوه. ودي بتفكرني لما كان مانو جوزيه، وعلى فكره فايلر بيعمل كده دلوقتي. بيمرن الفرقه في نص الملعب. بكثافه في ثلث ملعب مش نص ملعب. ثلث ملعب. لانه عشان تاخد على الخلق. لان هو 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 وهو بيمرن في ثلث ملعب بيفكر في دي. انا هلاقي المنظر ده قدامي غالبا، لان مش كل الفرقه هتهاجمني يعني. وفي نفس الوقت بتدي لك غريزه انك تلعب لمسه ولعبه وتحرك ويبقى على المغمض زي ما بيقولوا يعني. ايوه. فهو اللعيبه طب هتعمل ايه؟ هو انت عامل انت زي ملاكم عمال بيدور والتاني مقفل وشه ومش حطوله. لحد ما الحل بقى تفضل تضربه في ايديه لما تخدله دراعاته وتدلدل. هو ده اللي بيحصل، انك انت مكسبك بيجي في الاخر في الشوط الثاني، لان الفرقه بتكون بذلت جهد مضاعف انها تواجهك في الشوط الاولاني. انت الظاهره اللي عندك ان خطورتك في الشوط الثاني اكتر بكتير. طيب الكابتن ايمن يونس رايه في تحيه مستحقه لحرس الحدود على هذا الصمود والكفاح، لكن فيه تهنئه واجبه ومستحقه تماما للاعيبه الاهلي على اصرارهم على تحقيق المكسب، فهل كان المكسب عادل؟ 1-0 نتيجه عادله ولا لا؟ نشوف راي الكابتن وليد صلاح. كابتن وليد خلينا نتكلم على تغييرات، لانه انا بحب التغييرات اللي بتغير من طريقه اللعب. اعتقد انه عمل 50 تغيير لطريقه اللعب النهارده فايلر. اشتغلوا بصراحه حلو قوي الاثنين المدربين. بالظبط. بصراحه الفرقتين اجتهدوا، وللامانه يعني هو فوز عادل. يعني فوز راح للي يستحقه. بصراحه يعني استحواذ كبير جدا للنادي الاهلي، الفرص كلها عند النادي الاهلي. كابتن طارق بيعذبك، لكن فعلا النادي الاهلي يستحق. صحيح. الكره يعني بلغه الكره كده مش عايزه تدخل. نعم. الكره حتى اللي متشاطه بتضرب في العارضه، اللي قالشه بتضرب في العارضه برضه. كل الراجل اشتغل صح الشوط الثاني في حاجتين. طبعا احنا ما كناش معاهم جوه غرف الملابس، لكن اتوقع انه قال للاعيبه النادي الاهلي الصبر. الصبر الصبر هي واحده هتيجي جون المباراه دي انتهت. مظبوط. فاصبروا خالص بشكل كبير جدا. نعم. ودى رمضان شمال زي ما احنا قلنا، ودى حسين الشحات يمين زي ما احنا قلنا، الاول ابتدى في العمق وبعدين راح ناحيه اليمين. انا بس يعني عندي تحفظ على التغيير الاولى من وجهه أزار. نظري انا قلت لك ازار، انت قلت اجاي. لا، من وجهه نظري كان اجاي لسبب. ان من الدقيقه 58 احنا قلنا وليد سليمان لازم ينزل. وقلنا لازم ينزل تحديدا، حضرتك سالتني قلت لك عشان عنصر الكره اللي انقذها. انقذها حلو الشناوي. الشناوي ماشي بشكل كويس جدا. دي الماتشات الصعبه. برافو عليك. صح صح. طول الماتش ما عندكش حاجه، وهتجيلك واحد. بالظبط. احنا اتفقنا كلنا ان وليد سليمان لازم يكون موجود في الملعب علشان عنصر التصويب اللي احنا قلنا عليه. فوليد تواجد، اشتغل بشكل كويس، لكن من وجهه نظري كان اجاي اللي يطلع مش وليد ازارو، لانك من الدقيقه 58 لنهايه المباراه فقدت السرعات خلاص. فعنصر السرعه اللي كان وليد ازارو بيعمله. لكن اشتغل بشكل كويس جدا. التغييره الثانيه زي ما اتفقنا مروان محسن على حساب مجدي قفشه، لان هلعب كرات عرضيه. خلاص مظبوط. التغييره الثالثه انا متهيألي ان محمود وحيد
لما اتخبط في دماغه واضح ان هو ممكن يكون في حاجه، حس بحاجه، ممكن يكون يعني عايز يغيره علشان يعمل جبهه ناحيه اليمين بمحمد هاني. لكن عجبني جدا احمد فتحي طبعا. احمد فتحي يا جماعه جوه المباراه بتغير مركزه في اي حاجه هو شغال. طيب الجداره والاستحقاق اجمع عليهم كابتن ايمن يونس وكابتن وليد، بس انا في حته كابتن وليد انه كان شايف ان ازاره لان فقدنا عنصر السرعه. انا شايف ان خلاص الماتش ماشي تلت ملعب، حته السرعه ما بقتش متاحه قوي، لكن يمكن عنصر المهاره والتحجيز والتصرف كان اهم من السرعه. وهنا دي بتتوافر في اجاي، وده غالبا اللي فكر فيه فايلر يعني. ورجع تاني غير يعني، وهما الاثنين يعني هو الراجل فكره مصحصح، وممكن احنا نبقى شايفين حاجه واحنا قاعدين كده من بره، وهو شايف حاجه تانية نتيجه ان ايده في النار، يعني ان ايده في النار. فعندما نختلف ادي الحق للمدرب. مين اللي جاي مين بقى بيه؟ طيب ده راي المهندس عدلي في التغييرات، هل راي عماد متعب يتفق مع راي المهندس عدلي ولا لا؟ نشوف ازاي اتصرف فايلر مع المواقف صعبه، لان النهارده المباراه كلها مواقف صعبه. هل تغييره مروان محسن كانت صحيحه؟ التوقيتات نفسها بدا من بدري، بدا بدايه 58 بوليد سليمان بدل من وليد ازارو، ثم محمد هاني بدل محمود وحيد، مروان محسن بدل مجدي قفشه، خلص في الدقيقه 74. التوقيتات كانت جيده ولا لا؟ وهل استثمر ده داخل المباراه؟ التغيير الاولاني طبعا كانت مهمه جدا، وكلنا كنا بنقول وليد سليمان لازم يبقى موجود، لان وليد سليمان من اللعيبه اللي عندها الحل انها تسدد من تحت رجليها. يسرع الريتم من النادي الاهلي شويه. وهي الاختلاف كان وليد ازارو ولا اجايه. هو وجهه نظره انه يلعب بنفس الطريقه اللي كان بيلعب بيها قبل كده، الفرقه متعوده عليها، اجايه كمهاجم ويلعب من تحتيه وليد سليمان، وحاول يشتغل عن طريق رمضان وحسين الشحات، ان مفيش مساحات، الموضوع كان مقفول بشكل كبير جدا، فبيحاول يشتغل انه اجايه من الناس، من نوعيه اللعيبه اللي بتلعب كوره. مظبوط. يعني وليد ازارو عايز ياخد في مساحه في ظهر المدافعين، فهو عايز يشتغل انه يلعب ينقل، يحاول يخترق التكتل الدفاعي اللي كان عامله كابتن طارق العاشر. التغييره الثانيه بتاعت محمد هاني ومحمود وحيد، شق منها ان محمود وحيد اتصاب، والشق الثاني ان هو عايز يعمل جبهه من ناحيه اليمين، محمد هاني لعيب سريع وبيعمل اوفرات، واحمد فتحي كان متالق النهارده يعني سد اكتر مره، وانه يستغل انه ناحيه الشمال يقدر يعمل عرضيات او يدخل ويسدد برجله اليمين. دي وجهه نظر. طبعا مروان محسن كان لازم يكون موجود، هغامر اطلع قفشه وهلعب بس بعمر السوليه، ويبقى عندي لعيب في ال 18 بيلعب بدماغه بشكل جيد. واحد زي مروان، فانا شايف ان الراجل تغييراته كلها نموذجيه، الراجل ما بيتاخرش، بيشتغل بشكل جيد، ومرونه اللعيبه اللي موجوده في الملعب مدياله حلول كتيره جدا. يعني عنده احمد فتحي يحطه في اي مركز هيتالق، عنده رمضان يبدا بيه ناحيه اليمين، يبدا بيه ناحيه الشمال، حسين الشحات نفس القصه، قفشه يلعب تحت رقم 10 او يلعب رقم 8 ما بيفرقش معاه بشكل كبير. ممكن احط عمرو السولية يبقى ديفندر، وبنشوف ان عمرو السولية بيسدد النهارده، بيسجل مباراه دجله، هو اللي عامل الهدف الثالث للشيخ. يعني في تالق وفي لا مركزيه بالنسبه للعيبه اللي عنده، بتعمل دربكه للمنافس وفي نفس الوقت مدياله راحه كبيره جدا. طيب اجد نفسي متفق مع كل اللي قاله كابتن عماد متعب، وفي نفس الوقت انا كنت سرحان والكاميرا عماله تجيب الكوره بتاعه الكابتن السولية في الماتش اللي فات مع حرس الحدود من نفس المكان وبنفس الارتفاع ومن نفس الزاويه. لذلك ليه بقى انا قلت الله، جات له فكره ان يشوط من المسافه دي ازاي، متجربه، هو عملها ونجحت معاه. وكان عشمان وشاطها بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وفي نفس المكان، حقيقي لمست حد ويعني راحت، هي غيرت اتجاه بعض الشيء لكن لفت وفقدت بعض القوه طبعا، يعني فاهمني. لكن هي الكوره دي هو عملها قبل كده، فده اللي مش بالصدفه انه شاط في اصابه التوفيق. لا ده هو سبق ان ادى هذه المهاره. طيب
الكابتن ايمن يونس، الكابتن وليد صلاح الدين، الكابتن عماد متعب، والكابتن احمد شوبير، والمهندس عدلي، الخمسه حاولوا يقروا فكر فايلر في التغيير اللي وفي هو اداره إيه؟ الماتش. طب هو الراجل نفسه رايه ايه؟ بنشوفه. J'ai senti qu'on va encore marquer un but. J'ai voulu qu'on va marquer le but un peu plus tôt, ça c'est clair. On a eu deux, trois grandes occasions au premier mi-temps, mais on n'a pas marqué. À la fin, il ne faut pas discuter si c'est mérité ou pas. C'est mérité qu'on a gagné ce match-là. C'est juste, c'est aussi quelque chose que j'ai déjà dit à la mi-temps. Il faut essayer de rentrer dans le box avec 1-1-1, ça veut dire avec un tripling. Hein. Il faut créer des occasions par des actions individuelles, ou autrement, il faut donner au ballon l'occasion d'aller au but. Si on marque et si on tire beaucoup plus, on n'a pas assez souvent marqué avec un shot sur le but, et ça, on peut faire encore mieux. والمرور يا ما انتم قالوا المرور يعدي يطلع من رجله معاه ويخش او يشوط الشوط من بره منطقه الجزاء. ده كان احد الفرق برضه اللي احنا اتكلمنا فيها، واحنا بقى لنا كتير ما جبناش اهداف من بره منطقه الجزاء، ولكن حل يعني فكنا بيه الكثافه الدفاعيه بتاعت الفريق. Je ne vais pas vous dire on va changer le style de jeu, mais il faut varier, ça c'est clair. On ne peut pas jouer seulement un style. Et on a aussi plusieurs solutions comment on peut jouer. Ça c'est quelque chose qui est très décisif aujourd'hui, parce que autrement c'est trop facile et tous les adversaires savent comment ils doivent jouer contre nous. طبعا دي حاجه هتكون حاجه حاسمه نحطها في بالنا الفتره الجايه، عشان كده كل زي ما حضرتك اتفضلت وقلت كل الخصوم بتلعب قدامنا والفرق اللي بتلعب قدامنا حافظين طريقه لعبنا، فلازم ننوع. يعني هو اكد على او فسر استاذ ابراهيم، فسر اسباب التغييرات وفسر بعض الاسئله، وفي اسئله بيتعمد ما يعني وهو بيجاوب ما جيش ناحيتها لانه بيعتبرها دي بتاعته، حدش كلمني ليه فلان بدل فلان، لكن مثلا هو فسر بتاعة محمود وحيد. قال لك كان تعبان وكان لازم ان احنا يعني ما فيش داعي للمخاطره ويتغير يعني. فاستفاد بقى منها بتغيير تكتيكي من داخل الملعب، كابتن احمد فتحي راح شمال، نزل كابتن هاني، عمل لو انت خلاص ما دام انت يعني فكرت في حل الشوتينج فاحمد فتحي في الحته دي على عدلته بقى. ما هو شوف الكابتن عماد بالظبط قال لك ممكن يكسر ويشوط بيمينه تبقى كويسه عادل. في نفس الوقت كابتن وليد سليمان بالحلول والتواجد والاسلوب بتاع لعبه بالسرعه والاختراقات حصل انتعاشه في اخر ربع ساعه ولا لا؟ صحيح حصل. صحيح يبقى تغييراته صح. وهل ده راي الشيخ طه ولا لا؟ نشوف. الاهلي بيلعب يعني ايقاعه ما بيتغيرش، يعني ممكن يزيد في الشوط الثاني لما يكون الامور مستدعيه هذا الامر. ايقاعه اعلى واكثر مع بعض التعليمات وبعض التصحيحات اللي بتحصل، يعني في الشوط الثاني النادي الاهلي وسع جبهه الهجوم، بقى الجنب اليمين على الاخر فتحي على الاخر لما عملهان في الناحيه الشمال، وده سحب الناس وده بعض الجابس او الفتحات للتمرير. نعم. اللي جات لي ده نتاج حاجتين، نمرة واحد توسيع الجبهه ديت، نمرة اثنين مروان وبقى ايه اثنين روس حربه، فاصبحت ايه في كثافه في يعني في جبهه الهجوم بدل ما كان وحش اللي موجود. دي حاجه، الحاجه الثانيه بقى واهم حاجه اللي بنتكلم عنها وهو التسديد في مثل هذه المسائل. نعم. يعني احيانا توسيع الجبهه دي شتت المدافعين بشكل كويس، نمرة واحد، اثنين وجود راس حربه ثاني فاصبح برضو ضغط على المدافعين بقى ايه بدل ما واحد بس موجود راس حربه واقفين، شفنا في الشوط الاولاني اثاروا واقفين حوالي 3 4 انفار، النهارده بقى في اثنين برضه دي برضه اثرت. لا. فانا شايف ان دي برضه من ضمن المباريات الصعبه جدا على اي فريق، يعني حتى في اوروبا بتشوف فرق كتيره كبيره ما تعرفش تتعامل في المسائل زي دي وتجيب جول بالعافيه في الاخر.
هي دي طبيعة الأمور، والفرق الكبيرة معظمها بيعاني أمام هذا التكتل، لأنه الحقيقة ما هو الكرة ما بتتلعب، يا تروح ليك يا تروح ليهم، وإذا راحت ليك ممكن يتخبط في حد، يا حد يزحمك يا حد يضايقك، فأنت عايز بالصدفة أنت توصل للكرة الأول وفي المكان القاتل ومن لمسة واحدة وتجيبها جول. أي كرة مركبة مش هتيجي، يعني أنت إذا كنت هتلم كده وتعمل كده وتعمل صعبة. زائد لما جيت عملت كده الكورتين جم في العارضه، فانت كويس قوي الحمد لله الماتش ده عدى وعدى بجداره، ما هوش عدى يعني، لكن اللي بعد ما تشوف الكابتن محمد يوسف يدهشك بقى بعض الناس اللي لازم تعزف على سلبيات بس. طب نشوف الكابتن محمد يوسف الاول. كابتن يوسف، يمكن دي التصويبه بتاعت السوليه والهدف اللي احرزه تحديدا في الدقيقه 81، تكتلات دفاعيه كتيره جدا بالنسبه حتى قبلها، ما غيرش الكابتن طارق عاشري ولا تغيير قبل الهدف. هو الكابتن طارق عاشري يعني قلنا ان هو من المدربين اللي بيعمل تكتل دفاعي خصوصا مع نادي كبير او فريق الاهلي. 6-4-1 لا كل ال 10 هم دول. لو عديت اللعيبه 2 4 6 8 10 لعيبه نازلين في ال 30 متر او ال 25 متر الاخيره. وده طبعا حاجه صعبه جدا. يمكن الدكتور قال هو فرقه ممكن تعمل باركينج، انا باركينج، بس لازم برضو، ما انا في النهايه خسرت. طب لما بلعب يعني لما يبقى عندي فكر حتى في الطلوع ان انا اطلع بهجمه مرتده عن طريق السرعات بتاعتي، اعلم لعيبتي ازاي لما نقطع الكوره نبدا تتحط راس حربه، تتحط الطرف ونطلع عليه ونبدا هكذا. انما ان انا اتكتل كده، طب ما اكيد في خلال ال 90 دقيقه وارد جدا نقطه زي دي غيرت اتجاهها، جت جون، الفرصه اللي جت لجونيور اجيه من التمريره بتاعت حسين الشحات حطها له، اللي عمل ترن بيها وكان ممكن لو في دقه شويه كان حطها. يعني كده كده انت، ما هو في النهايه النتيجه هتحصل. في راي الكابتن محمد يوسف انه هذا التكتل الشديد افقد الفريق متعة ان هو يلعب كورة، فرصة ان هو يهاجم الاهلي، امكانية ان هو يقدر يسجل، لكنه في النهاية هي وجهات نظر فنية، كل التقدير للكابتن طارق العشري. لكن المهندس عدلي اشار في البداية حاجة للي فاهمين قوي، الناس اللي هي حتى لو الفريق حقق مكسب بحلول غير اللي هم بيطرحوها او بيناقشوها يبقى غلط. وكأنه رينيه فايلر خلاص احنا اتكلنا على انه معاها عصا سحريه هيربيها في ارض الملعب في كل مباراه هتجمع كل لا وتلغي الفريق اللي قدامه، انت مش عايز وبتلغي كل المنافسين، ولو الاهلي استمر في تفوقه هتسمعوا النغمه بتاعه اصل الدوري المصري ضعيف. ايوه واخد بالك في كل الاحوال. لكن للتذكره بس، موسم 2004 2005 ده الموسم الناري للنادي الاهلي، تقريبا ما حصلش من سنين طويله التفوق الكاسح اللي انت حققت فيه 17 فوز متتالي ايام مانويل جوزيه في بدايه مسيرته. هذا الموسم الاهلي عانى ايضا، عشان الناس تبقى فاهمه انه رينيه فايلر مش هيلعب في اتجاه واحد طول الوقت، مش هيبقى لوحده في الملعب، كل الفرق هتتكتل وهتدافع وهتركز قوي وهتعمل حوافز، واللي خصمه واللي مخاصم حد هيصالحه، والفرق هتلم نفسها قبل ماتشات الاهلي، وكله هيرصد مكافآت علشان تعكنن على ريني فايلر. بس ده حصل مع مانويل جوزيه في الموسم الناري. عشان نفكركم، في موسم 2004 2005 قدام طلاع الجيش في الدور الاول، الاهلي عانى كتير لغايه لما بركات سجل هدف الفوز لو تفتكروا قبل النهايه بسبع دقائق في الدقيقه 83. قدام امبي تعادل بدري، امبي سجل في الدقيقه 3، اتعادل الاهلي في الدقيقه 10، وفضل المباراة تعادل وعمال الفرص تضيع برضه لغاية الدقيقة 83، سجل أسامة حسن. حرس الحدود برضه، حرس الحدود اتقدم الأهلي، اتقدم في الدقيقة 6، اتعادل الحرس في الدقيقة 46 بعدها ب 40 دقيقة. ثم عانى الأهلي كتير جدا لغاية لما أبو تريكة سجل في الدقيقة 90. كل ده في الفترات بتاعة التفوق الكاسح واللعيبة التقيلة. قدام اتحاد اسكندريه كان في القاهره، كانت قمه المعاناه بقى. الاتحاد اتقدم بهدفين في الدقيقه 30 والدقيقه 49 يا باشمهندس، لغايه لما اتعادل بهدفين ماكن نيجيري وعماد متعب
في الدقيقة 61 و62 كاستيلو 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 الفوز كاستيلو الفوز اثنين ماكي ايوه لا ماكي وعماد وكاستيلو وكاستيلو المكسب في الدقيقة 84 انا ليه الماتش ده انا ليه فاكره؟ لان ده اللي خلاني حلفت مش هروح بعد كده ليه؟ نفس الشيء يعني شوف احنا بنقول جوسيه وعبقريات جوسيه والجيل العملاق والجيل المعجزه و و كسبنا 3-2 لكن عشان كسبنا بمعاناه انا خارج من الاستاد جهنم يا كابتن عادلي ما ينفعش كده مش عارف ايه والفرقه واللي انتقادات 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 قلت لهم يا جماعه فرقه خسرانه 2 تكسب 3-2 عايزين ايه في مجال للانتقاد الفرقه دي لا مش قويه واقفه على رجليها تكسب ازاي مثلا دي حاجه اللي خلاني بقى يعني فعلا ان انا كنت بروح مع مجموعه من اصحابنا هبقول لك اساميهم هتندهش ان ده ان هم بيفكروا كده حتى وانتقادات حاده جدا لمانو جوسيه فانا قلت الله هو انا لما اروح ونكسب زي ما نخسر زي لان هواه النقد وحاديه الفكر وان انا لازم الحل يجي باسلوبي دي ظاهره بس ما السوشيال ميديا وضحتها كان زمان بنتكلم مع بعض فكان الحل لا يا عم انا لا رايح معاك ولا رايح من اساسه انا هتفرج في البيت دلوقتي حتى قعدت في البيت ما قعدتش في البيت الكلام جاي لك لان السوشيال ميديا بقت البديل عن الدردشه انت قلت تعبير يعني هقوله ان الكلام اللي على السوشيال ميديا بقى البديل عن الكتابه في وضع سري يعني لو اي حد بيكتب في دارات المياه فيكتب في مكان ويخرج خلاص انت ما انتش ده عالم افتراضي العالم كله انت بتواجه عالم افتراضي ناس بتتكلم تفاجئ انه اللي بيتكلم ده هم ليه مسمينه افتراضي هو موجود بس موجود طلع على السطح طلع عندك لحد عندك هو الكلام اللي كنا بنقوله بعض في الاعداد بقى كلنا بنقوله والناس تقراه لكن بنقوله بقى والناس تقراه واحيانا بيجد صدى فنبقى ابطال ونبقى خبراء انت كمان ونبقى حاسين بالتفاعل الناس لا انت عارف خلفيته الثقافيه ايه ولا عمره كام ولا خبراته ايه ولا حقيقه نفسه حتى يعني ممكن احمد ده ما يبقاش احمد وسيد يبقى حد تاني هنا الافتراض هو عالم مفترض لانه انت ما عندكش يعني اي درجه من التثبت ده مين احنا لينا السطرين اللي بنشوفهم السطرين اللي بنشوفهم يعني بجد يعني اذا كنا عايزين نستمتع بالاهلي هو دي الفرصه المناسبه
اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الوصفه السوليه في فك الطلاسم العشريه، لكن يوم الخميس ان شاء الله في استاد الماكس في الاسكندريه، وانا مش عارف اخواتنا في اسكندريه هي الايام ديت نوت ايه بقى، احدى النوات هي ايه بالظبط، لكن المؤكد انه في امطار شديده جدا، في اثاره بالغه جدا في مباراه الاهلي والاسماعيلي. المباراه في الاصل وتاريخيا منظوره للاثاره، الاهلي والاسماعيلي مباراه اتعملت عشان تبقى فيها اثاره ومتعه وغالبا اهداف كتيره. الاسماعيلي بياخدها دايما وابدا بكبرياء الدراويش، مش هيدافع الدفاعات المستميته والمحكمه، بيلعب كوره فبيدي فرصه، انت بتستمتع والاهلي بيستمتع وهو كمان بيمتع الناس. في النهايه مباراه الاهلي والاسماعيلي مباراه منظوره دايما وابدا للمتعه، عشان كده يمكن الارقام القياسيه التاريخيه كانت معظمها في لقاءات الاهلي والاسماعيلي. لما يتقال ان الاهلي كسب الاسماعيلي 8، الكابتن صالح عليه رحمه الله سجل 7 اهداف، فاصبح الرقم القياسي للاعب في مباراه سجل 7 اهداف وجت ضربه جزاء ده للكابتن طارق ما شطاش هو بالظبط، بقت الرقم القياسي للاعب في مباراه واحده كانت في مباراه الاهلي والاسماعيلي. الاهلي كسب الاسماعيلي في الاسماعيليه 6-2، الاسماعيلي كسب الاهلي في القاهره 3. الاهلي والاسماعيلي مع بعض عملوا امتع مباريات الكره المصريه في تاريخها. 4-4 دي 4-4 2001 في اجماع الكابتن محسن صالح اللي كان بيقود الاسماعيلي وقتها، ومانويل جوزيه المدير الفني للاهلي وقتها، الاثنين اجمعهم على انه دي اسرع مباراه واكثر مباراه الناس استمتعت فيها باثاره شديده جدا لغايه الثواني الاخيره، مؤثره في الدوري بشكل مباشر. يعني الاسماعيلي اخذ الدوري في هذا الموسم بسبب هذه المباراه، لان لو كان كسب كانت الدنيا اختلفت جدا. ده الاهلي والاسماعيلي، هي مباراه دايما وابدا مرصوده بالاثاره ودايما وابدا مفعمه بالنديه الشديده. هذه المره الاهلي بيخوض مباراه الخميس وهو متصدر عنده 18 نقطه والاسماعيلي عنده 13 نقطه بينهم 5 نقاط. الفرقتين لعبوا في بطوله الدوري 115 مباراه. الاهلي فاز 59 مره، الاسماعيلي فاز 22 مره، وتعادلوا 34 مره. هنا النديه واضحه، يعني انت اتعادلوا 34 والاهلي كسب 59 والاسماعيلي كسب 22. طول عمر الفريق الاسماعيلي فريق محترم وفريق له طابع في في لعبه. ايوه، وزي ما انت بتقول هو الناس بتعتبر اللقاء قمه حقيقي يعني. ايوه، لكن كمان عشان كده، عشان هذه النديه، هذه الاثاره، هذه التنافسيه، عشان كل البطولات اللي خدها الاسماعيلي كانت في مواجهه مع النادي الاهلي. بالظبط، في الدوري او في الكاس. ايوه، كلها كانت مواجهه مع النادي الاهلي. فالحساسيه جايه من هنا، لكن البعض استثمر هذا انه يخلق اكاذيب ويخلق فتن ويخلق مشاكل، زي بالظبط دلوقتي مساله انك بيلعبوا فين؟ اللعب فين؟ طيب ما كويس، هل الاهلي بيلعب على ملعبه؟ وماله؟ ما الاسماعيلي عايز يلعب على ملعبه؟ لا كمان يتقال لك ايه؟ هو الاهلي ليه ما بيروحش الاسماعيليه؟ الله. طب هو الاسماعيلي ما بيجيش القاهره؟ يعني انتوا الاهلي ليه ما بيروحش بورسعيد؟ طب ما هو المصري ما بيجيش القاهره. بلاش ديت، خلينا في النهارده تحديدا يوم الاثنين، عشان هي بس لما تبقى في دواعي خاصه تفرض حاجه للاهلي الناس تتكلم عليها. نفس الدوافع او نفس الدواعي او نفس الظروف لما تفرض النهارده الزمالك بيلعب مع طلائع الجيش، هي مباراه طلائع الجيش، الملعب الطبيعي لطلائع الجيش جهاز الرياضه العسكري في القاهره اللي بيلعب عليه كل ماتشاته. طيب الدواعي الخاصة بالمباراة والمسابقة اقتضت انه الزمالك يروح يلعب طلائع الجيش في السويس مش في جهاز الرياضة العسكري، ما حدش يتكلم. هيبدأوا يتكلموا في إثارة الإسماعيلي ضد الأهلي، ليه الأهلي ما بيروحش يلعب الإسماعيلي في الإسماعيلية؟ يا مولانا، ما هو الإسماعيلي ما بيجيش يلعب الأهلي في القاهرة، وهذه الدواعي وهذه الظروف اقتضت انه الاهلي والمصري والمصري والاهلي والاهلي والاسماعيلي والاسماعيلي والاهلي بره القاهره وبره خط القناه. يوم الخميس المباراه في استاد الماكس، انه يتم الشحن بقى
والتحريض على انه ليه الاهلي ما يروحش الاسماعيلي. طيب لما تلاقوا الاسماعيلي يجي يلعب الاهلي في الدور الثاني في القاهره ابقوا اتكلموا. لكنه زي ما قلت لك نفس الدواعي ونفس الظروف خلت الزمالك يلعب مع طلائع الجيش النهارده في السويس مش في جهاز الرياضه العسكري. فخليكم فاكرين قبل ما نمارس هذا التحريض اللي واضح جدا الحقيقه. مباراه الخميس هي في الاسبوع التاسع بينهم خمس نقاط، الاهلي 18 والاسماعيلي 13، لكن ايا كان الفارق هي مباراه دايما وابدا فيها كل معطيات المتعه والاثاره والنديه والتكافؤ. من اللقاءات التاريخيه الكبيره اللي بتسجلها اوراق المسابقه في تاريخا، الاهلي فاز على الاسماعيلي موسم 57 59 8-0، سجل كابتن صالح سليم لوحده 7 زي ما قلنا لكم. الاسماعيلي فاز على الاهلي 4-3 في موسم 2000 او 99 2000، واحده من المباريات برضه لا تخلى عن 4-4 بالظبط. تقدم الاسماعيلي 3-0 وتعادل الاهلي 3-3 في الاسماعيليه. ايوه وبركات جاب الجون الرابع. الاهلي فاز على الاسماعيلي كان ضدنا بقى ساعتها. الاهلي فاز على الاسماعيلي 6-0 مرتين في الاسماعيليه، موسم 96 97 وموسم 2004 2005. الاهلي فاز على الاسماعيلي 4-0 في الاسماعيليه موسم 2005 2006. الاسماعيلي فاز على الاهلي في استاد القاهره 3-0 موسم 2006 2007. كنا راجعين بطولة العالم في اليابان. ايوه الاهلي فاز على الاسماعيلي 4-3 في المباراه الفاصله لموسم 93 94 اللي في اسكندريه بالظبط، وتعادلوا 4-4 في المباراه المثيره. يعني ده ماتشاتهم دايما بتبقى 2002 يعني غزاره في الاهداف ومتعه الحقيقه. الاسماعيلي استغنى على عن مدربه الصربي واسند المهمه مؤقتا حاليا للكابتن ادم السلحدار، ودايما وابدا المدرب الوطني في مثل هذه الظروف الانتقاليه بيبقى عنده دوافع حافظ الفرقه بشكل كويس، يعني بيقدر يعدهم بشكل كويس، بيريح لعيبه كتيره وحقق مكسب في ماتشين ورا بعض، وبصمته وضحت لدرجه انه اداره النادي ما استعجلتش في البحث عن مدرب جديد انتظارا ل لو عايز رايي. الاسماعيلي عنده خصوصيه غير فرق الدوري، يعني المدربين الاجانب يعني المدربين المصريين فاهمين طابع اللعب الاسماعيلي اكتر. ايوه ونبض الشارع الاسماعيلي اكتر. فبينجحوا معاه. ايوه يوم الخميس الاهلي هيلعب مع الاسماعيلي زي ما قلت لكم. الجمعه بقى اسوان مع الانتاج، الحدود مع المقاولين، الجونه مع الجيش، الاتحاد مع اف سي مصر، المقصه مع طنطا، والزمالك مع سموحه. وبيختتم الاسبوع التاسع يوم السبت، دجله هيلعب انبي والمصري هيلعب مع بيراميدز. ده الاسبوع التاسع، دي مباراه الاثاره والمتعه والنديه. هل ستمطر بالاهداف كما هي حاله لقاءات الاهلي درويش تاريخيا، ولا تتوقعها ازاي يا باشمهندس؟ تتوقعها لا لا الماتش الجاي؟ لا مش هيبقى كده، مش هيبقى اهداف كتير. ما فيهوش اهداف كتير. ليه؟ لان الاسماعيلي ما هواش طابع اللعب بتاعه دلوقتي، بقى فيه تكتيك اكتر. لطبيعه تغير الاجيال. فالجماعيه موجوده. يعني الاهداف الكتير بتيجي من مهارات فرديه متوهجه وبتلمع. الاسماعيلي لا، فريق دلوقتي جماعي الحقيقه يعني. في ناشئين بيعبروا عن نفسهم كويس جدا، وهو دايما بيفاجئنا انه بيقدم وجوه جديده، زي ما شفنا مع المنتخب الاولمبي، وزي ما شفنا يعني عنده لعيبه كده يقدر يقدمها لك في اي وقت. لكن ما اظنش ان هيبقى فيه تكتيك شويه. مش هيبقى اللعب مفتوح من الفرقتين. مش مفتوح. رغم شخصية ودي تبان اخر سنتين. النتائج التقيلة قوي ما بقتش موجودة. 1-0 1-1 كده. ما بقتش، بقى التكتيك في اللقاءات الأخيرة أكتر من الاعتماد على المهارة الفردية. إذا هي لقاء المتعة والندية، هل تمطر أو لا تمطر؟ المباراة في اسكندرية، واسكندرية ممطرة جدا هذه الأيام، فإن غدا لنظره قريب.
كهرباء ما دام في مطره، اوعى السلك بقى، كهرباء والضغط العالي. قبل ما اخش على كهرباء والضغط العالي، بما انك ذكرتني، احنا كنا تحدثنا عن تناول الكابتن مدحت شلبي لموضوع كهرباء وعملنا فقره، وطبعا احنا متوقعين انه هيعلق عليه وده حقه مؤكد. وكابتن مدحت شلبي احنا كثيرا ما بنعقب على بعض، بس في اطار من الاحترام المتبادل. هو حد بعت لي اللينك بتاع الفقره واشار ان انت قطتني بمعلومات ما معناها مضلله، ها، وان انت بتمثل يعني السؤال وانا بمثل، حب يعني يديني وضع قال التاريخ. اشكره انه ينظر الي هذه النظره، لكن انا برضه يا استاذ مدحت، يا كابتن مدحت، احنا هنا شركاء، ما حدش بيضلل حد. اللي ضايقني ايه؟ اللي ضايقني انه، وانت عارف يعني انا مش جاي بسخنك، انت فتحت الموضوع معايا، فحد بعت لك اللينك ان يشار الى، اسمح لي قبل ما تتناول الموضوع، ان يشار الى الكابتن ابراهيم المنيسي بالمنسي. كابتن ابراهيم المنيسي واحد من اهم صحفي وقيادات الصحافه الرياضيه والصحافه بشكل عام، يعني ده قياده صحفيه توقعوها في اي لحظه، ثم هو اعلامي بقاله على شاشات التلفزيون حوالي 10 سنين، لا يشار إليه إلا باسمه وبالتوقير الذي يستحقه والاختلاف الذي تستحقه. يا باشمهندس انت اختلف معاه كابتن مدحت زي ما انت عايز، بس ما ينفعش المنسي المنسي المنسي، لا يعني انت عندك احسن من كده وانت احسن من كده، ما ينفعش. انا عايز اقول لك على حاجه، يعني بس يعني انا ما بحبش ندخل الخاص في العام. انا كنت اتمنى ان الكابتن مدحت شلبي بعد كل السنين الطويله ديت، لانه الراجل ما شاء الله يكون عنده قدر من الاختلاف في المضمون اللي احنا عرضناه، لكن من الخيابه قوي ان انت تختلف على الاسم. طب ما انا ما بطلعش اقول لك لا شلفوكه ولا دربوكه ولا الكلام الفارغ ده كله، مع ان انا اقدر اقول اكتر من ده بكتير قوي. انا بنشير اليه بمنتهى الاحترام، وكنت اقدر اقلب في اوراق وارجو الا نضطر لده، لانه انا فعلا لو اضطريت للرد في الموضوع ما اعتقدش ده هيكون في صالح لا شلبوكا ولا دربوكا ولا الكلام الفارغ ده. احنا اتفقنا بقى يا استاذ ابراهيم، فنتمنى. لا يعني انت ليك حق انك تتضايق، بس مش عايزك ترد بنفس الاسلوب. لا نتمنى، معلش يعني اسمح لي، ان اضطررنا خليكم شاهدين. لا لا برضه، لا برضه معلش، خلينا اصل برضه لما احنا وصلنا عيش. انا عايز اسال سؤال، ما احنا كلنا بناكل عيش، بناكل عيش وهو شغال متطوع؟ يعني ايه اكل عيش؟ مش فاهم. اعلانات البوكسر واعلانات معرفش ايه وكل الاعلانات اللي بتعملها، ده اكل عيش ولا تطوع؟ ما تخليناش. لا ما يعني مش اهانه انك تاكل عيش يعني. يعني اتمنى انه يعني مستوى الخلاف يكون على الاقل على قد مستوى السن، اتمنى ده. يعني هو الفكره اللي انا بقولها ليه؟ لان احنا وهو وصلنا الى مرحله ما ينفعش نفرج الناس علينا. خلينا نتكلم في المواضيع ونرد بمنهجيه. على فكره ده اللي بنتمناه، لو رد هو لو رد بمنهجيه، هو بنى رده على على حاجه. قال ان الاستاذ ابراهيم منيسي يعني قال لي وما قالش بقيه كويس الموضوع. يعني انت زي ما قلت ان جه نصر عزام، الاستاذ نصر عزام الشخص المهذب المحترم اللي انا بحترمه جدا، وهو راجل عنده علمه، لكن ما قلتش انه جاب الاستاذ هشام عبد ربه، ولا عايز اقول لك على حاجه. يعني هو ده، لا لا خلينا استناني بس والنبي عشان ما اتفضل. لو اكتفى بهذا كنت هلتمس له العذر. قد التمس له العذر ويبقى اقول لك فسر لنا يا استاذ ابراهيم، فانت تفسر. قد التمس له، لكن لما يحولها ان هي دي مربط الفرس وان هي دي بتديله الحق انه يتهكم، لا انا مش متفق معاه يا سيدي. هتتهكم صدقني، بص اسمعني، اسهل حاجه التهكم، واسهل حاجه
يعني كابتن مدحت يملك تراث ثري جدا لاي حد عايز يرد عليه. فعلا ماده ما شاء الله، وعلى الاقل لو مش في البرامج على اليوتيوب هتلاقي الدنيا الناس قايمه وقاعده من الضحك، لكن لا ده نهجنا، او على الاقل نتمنى ان احنا لا نضطر لده كاسلوب او منهج عمل. لكن احنا اشرنا الى نصر عزام، الاستاذ نصر عزام لما يتم تقديمه انه ده محامي محايد وانه كويس ان انت مش مع سين ولا صاد، طب الاعلام لغايه النهارده بيقدم الاستاذ نصر عزام وليه كل التقدير كمحامي انه محامي نادي الزمالك. اول امبارح كتير من المواقع واعتقد اخرها يمكن بوابه اخبار اليوم، يوم الجمعه من ثلاث ايام بوابه محامي الزمالك يكشف مصير كهرباء، ده مش يتقال السوشيال بعد اعلان انتقال الاهلي، بعد يعني اعلان الانتقال نفس الموضوع بالظبط. يعني يقول لك لا هو ساب من سنه، انا مش قضيتنا انه ساب من سنه ولا مش سنه، حتى لو ما زال موجود في الزمالك يقدم على انه متبني وجهه نظر الزمالك. هو ساب من سنه اعتقد انه او هشام عبد ربه نفس الحاله بالنسبه للاهلي. ما هو نفس الحال بالظبط. هو مش ساب ومسك، هو دلوقتي عنده مكتبه اللي بياخد القضايا دي او دي. فانت تاخد القضيه في اي وقت، ما فيهاش ان فلان سابك في اي لحظه ممكن اي نادي يسلك، لكن الزمالك مش هيجي اما يكون عنده قضيه يديها للكابتن الاستاذ هشام عبد ربه، والاهلي لما يجي عنده قضيه مش هيروح للاستاذ نصر عزام لارتباط كلا من الشخصين. فخلي كل واحد يعبر عن وجهه نظر اللي اقرب ليها، واخد بالك؟ ايوه يعني هي هشام عبد ربه هيوجه عبر وجهه نظر الاهلي لانه ادرى بكواليس مطبخ الاهلي القانوني. خلاص هو لا، وكمان هو اتحسب. يعني بصرف النظر هو بيشجع مين او مشجعش، احنا مش داخلين في الحته دي. انما هو اتحسب خبراته وحتى وعلاقه العمل والمعلومات اللي عنده، حتى ما ان انا اخد معلومات في مكان لمده 10 سنين واروح امثل نادي تاني بهذه المعلومات اللي في اللي قد استفيد منها، ويتحول النادي اللي كنت بدافع عنه الى خصم. بالظبط. في تقاليد في المحاماه وفي الحاجات اللي زي كده، يعني ومع هذا هو هم بعدوا عن الموضوع اصلا. وهو ان احنا بنتكلم عن كهربا وازاي وقت ما يتقال ان هو قرب من الاهلي نبدا نفتح له كل السواد بتاعته. هو ده الموضوع، انما الشكل اللي اتكلمنا فيه ان لا ما يحسبش الاستاذ نصر انه محامي انه محايد ولا هشام عبد ربه محايد عشان نبقى موضوعيين. لازم هو بحكم ان هو كان عنده هو اقرب للمطبخ. طب الاستاذ هشام قدم ازاي؟ قدم ان هو منتمي للاهلي. انا ما اعرفش قدم ازاي، لان انا ما شفتوش، لانه فعلا هي انت بتتفرج على مقاطع على اليوتيوب جات لك بالظبط. فانت اتكلمت عليه، لكن نفترض ان هو كان يعني هو ده رده، يعني انا ما انا جبت كمان الاستاذ هشام، واخد بالك؟ خلاص انت جبت الاستاذ هشام يبقى هو ده الرد، بس مش اكتر من كده يعني. انما استوعدك بالرد القادم. ما احنا مش عايزين بقى. طيب عايزين نتوقف عند هذا الحد يا استاذ ابراهيم. كهربا الاهلي لو سمحت لي. خلاص يعني ما وعدكش، بس خلينا نتكلم بعدين. خلاص كده خلينا نقدم للناس ما يفيد الناس، يعني هناك ما يغري الحقيقه. خلينا نتكلم على الاهلي وندافع عن الاهلي. طيب فقط كهربا مش من الزمالك، كهربا ابن النادي الاهلي، واللي سماه كهربا الكابتن بدر رجب وهو ناشئ في مدرسه الكره في الاهلي. سبب مشيانه من الاهلي كانت ايه؟ أظن دمجوا فرقتين مع بعض. لأن كان في فرقة منهم مش هتلعب كأس العالم، ومدرب الفريق آنذاك قال 94 و95 ندمجهم في فريق واحد عشان نقوي الفرقة اللي هي ليها كأس عالم. فخرج 11 لعيب، المدهش إن في نفس السنة 8 من الفرقة دي راحوا نادي إنبي، معظمهم راحوا المنتخب في نفس السنة، وكهربا كان هو هداف هذا الفريق بتاع المرحله السنيه في منتخب مصر. وبعد كده النني ومعلوم مين المدرب اللي كان مسؤول ساعتها؟ طبعا ما يعني مش مشكله، مش دورنا يعني دلوقتي نشاور عليه يعني. انما هو ده اللي حصل، وده بياخدك الى ايه؟ هو كان عنده حسن نيه، الدمج والتركيز على العناصر المميزه. تمام. بس لما نيجي نختار العناصر المميزه ما نسيبش بقى احمد رفعت ونسيب كهربا ونسيب وقبليهم
بسنه ولا حاجه، سيبنا النني وسيبنا يعني ضحايا الدمج. لما بتيجي تدمجه او بتسيب الناس زياده يعني، ما هو المدربين معذورين انك انت ملتزم بعدد، ما هو انت ما تدمجش، ما انت مش مضطر تدمج. انت الدمج ده فكر لحد دلوقتي بيناقش، هو المصلحه التركيز على المواهب المسمعه والمنوره قوي، وندمج ونمشي ناس كتيره في المرحله السنيه الصغيره. استاذ ابراهيم ايه اللي بيحصل؟ انت بيبقى لعيب اقوى من لعيب، مرحله البلوغ في سنه وفي 6 أشهر تفرق، ممكن تلاقي جسم نطر فار مره واحده كده وسرعات اتغيرت تنقلك. تريزيجيه كان معرض انه يمشي من النادي الاهلي، وكان في كلام ان في حاله دمج الفرقتين او حصل دمج وبقي في اللحظات الاخيره الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن طارق السعيد. وطارق السعيد كان في البدايه وراحوا، ما هو كل ده في البدايه قطعنا شقيه. انت لما يبقاش عندك مكان بتعمل ايه؟ طب ما هو انت كنت هتمشيهم، فقلت للكابتن سيد روح نادي النيل وهنبقى نجيبك السنه الجايه. كابتن طارق قال لك لا، يا عايزني يا مش عايزني بالظبط. وراح الزمالك، راح الزمالك بعد سنتين كان منتخب مصر وكان متوهج. انت هي النقطه في المرحلة السنية دي من 13 ل 18 لا ما تعرفش مين اللي هيبقى نجم النجوم. وخلي بالك انك انت اللعيبة دي بتقع ضحية كمان، ووقتها يمكن كان الظاهرة دي اكتر التسنين. يعني انت بتبقي ساعات على لعيبة مكسرة الدنيا، لكن مع تقدم الوقت يتضح انه مسنن وكان جسمه اقوى. لما اللعيبة بتحصله بعد سنة ولا اتنين في النمو البدني بيروحوا في الرجلين، ما تلاقيهم يسبقوه. فدي مساله حساسه، لكن الواقع ان كهربا كان يعني. طب انا اقول لك حاجه، طب ما في لعيب امكانياته والله العظيم 3 امكانياته كانت تسمح له انه يبقى عالمي لو عنده الذهنيه بتاعه الكابتن محمد صلاح. عفروتو سرعه اسرع لعيب كان في جيله، قوه أقوى لعيب كان في جيله، مهارة يعدي من أي حد، شويت بشماله ويمينه، هدر هداف، لكن لم يدير موهبته بالشكل اللي تخليها تتوهج، مع إنه أول ما طلع مع النادي الأهلي كان بيسمع جامد جدا. في لعيبة كده عايزة إرشاد وعايزة عناية وعايزة تاخدها لوحدها، يعني صناعة النجم مهمة جدا. كهربا عدل بيته، وهو طبعا كهربا لانه واضح ان هو عنده يعني تمبر او 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 طبعه زي ما بيقولوا مهايبر شويه، لكن بالخبرات اللي خدها بالرغبه العارمه ان يرجع النادي الاهلي، بالنظام اللي هيشوفه المنافسه الشديده اللي هيلقاها، محدش ضامن مركزه في النادي الاهلي. اعتقد انه اولا ان هو رجع للمجموعه اللي نشا معاها، فمش هياخد وقت عشان يخش. طيب كهربا رجع لبيته والضغط العالي شغال من كل اتجاهات، لكن انه يقال انه الاهلي مشى كهربا من الزمالك علشان الزمالك يفقد الدوري، ده مش مشى كهربا بس، ده كمان مشى الخواجه، وده مش رايي، ده راي الكابتن جمال عبد الحميد. مهم نسمعه. دي انا قلتها لك، كهربا لو راح نادي الاهلي يبقى دي خطه ان الزمالك يفضى من جروس، يفضى من كهربا، مش عارف مشاكل في مين جاله عقد في الاتحاد الجده ومين مش عارف ايه، والزمالك اتفركش وخسر. طب ما عبد الله السعيد وخسر الدوري، وهل الزمالك كان عايز يفضي عبد الله السعيد وعايز وخسر الدوري. انا بتكلم على كهربا، انت دلوقتي هتفتح لنا على حاجات. الله، طب انا بتكلم على كهربا، مش لازم اكون طيب. كهربا مشي انت تفتح في جهه واحده، افتح في لا جهة. انت بتقول لي كهربا راح النادي الاهلي، ايوه كهربا مشي قبلها باربع مباريات ليه؟ ليه مشي قبل الدوري باربع مباريات؟ عايز مش قصتي انا، مش يعني انت بتسالني انا، مش عشان الزمالك يفضي بتاعتي، عشان الزمالك يفضي ويخسر الدوري. مش عارف الكابتن جمال ماله، يعني عايش في، وانت مشيت من الاهلي ليه ورحت الزمالك ليه وبقيت عداد؟ كانت خطه من الزمالك انه يفضي الاهلي. كهربا لحد الشهر اللي فات كانت الناس بتقول مش رايح الاهلي، وكل الزملكاويه كانوا بيقولوا كده،
القرار عندك جهاز فني جديد، انت عندك جهاز فني لازم يقول رايه. الجهاز الفني محتاج وقت، بتقول له ده حتى لو قلنا له احنا الفلان الفلاني ده هاي بشخصيه واحد زفايلر، لا انا اشوف بنفسي والم معلوماتي بنفسي. لحد من اسبوعين اوكي ممكن نجيب كهرباء، انا موافق. بس فالكلام بقى والخطط والبتاع ده، هو احنا اللي افتعلنا مشكله تسجيل عقد كهرباء؟ انا عايز اعرف هو الناس ليه مش بتتكلم في دي. هو كهرباء مشكلته مع الزمالك انه عايز يجي الاهلي؟ لا، مشكلته انه راجل كان له عقد عايز يعدله، عشان يعيروه عدوه، عقده كل ما يقرب يخلص ما يسجلوش العقد، راحوا عاملين عقد تاني وما تسجلش في الميعاد المناسب. الناس تسال هو تسجل ازاي، بدل ما يقعدوا يقولوا هو الاهلي اللي ما سجلش العقد. يعني هو العقد لو تسجل في ميعاده كان في حد يقدر يمشي كهرباء؟ ولا هو كان يفكر يمشي؟ او لو مشي ساعتها هيبقى ماشي بانه هو عايز يتعرض للجزا والغرامه وزي. وبعدين يجي يقول لك ايه وازاي الاهلي وهو عارف ان ده هربان؟ طب ما انت جبت عصام الحضري، كابتن عصام الحضري كان في سيون جه عليك بشهاده مؤقته. مين اللي هرب ابراهيم سعيد قبل ماتش القمه؟ هو جاي من ليبيريا. ده لسه ده ابراهيم سعيد. تخيل بقى، تخيل ان في حد من اللي بيجيبوا التايهه بيعتبر ان احنا اللي تامرنا على ابراهيم سعيد. يعني شوف كل ده، وان انت كنت في اتحاد الكوره صحيح، انا شفت فيديو تقريبا كده. لا ده الفيديو ده بيتكلم على كان ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد ووائل الاباني، بس وائل الاباني وابراهيم سعيد كانوا في نفس التوقيت. كابتن وائل، ولا انت عمال بتفكرني؟ برضه حد بعت لي حاجه، هو الراجل يعني ما غلطش في حد، بس هو لمح تلميحه غريبه قوي. كابتن وائل الاباني على فكره له اخ اسمه عاطف الاباني، كان في قطاع ناشئين وكان فيرود، كان من لعيبه الاهلي. كان لعيب كويس وكان متوقع له، لعب ماتش 85 بتاع 3-2 قالوا زمالك، يعني مش عارف لعب ولا لا. لعب، لكن هو كان من الفراوده اللي كان الاهلي متوقع انه يكملوا معاه، ومره واحده اختفى ما اعرفش ايه الملابسات يعني، وراح الترسانه فتره طويله. المهم وراح اسوان. المهم ان كابتن وائل اباني بيقول ايه؟ بيقول له انت مضيت للاهلي، فشرح ان الزمالك طلب طلبات ومحدش رد عليه وكان العقد بيخلص. قال اسباب يعني يراها منطقيه، ان خلاص انت مش عايزني وانا اروح اشوف مصلحتي، فرحت الاهلي. طب رجعت الزمالك ليه؟ لان الاهلي ما التزمش بكلمته. قلت له انا مش عايز حد يعرف. فالكلام طلع من جوه النادي الاهلي. قال له يعني ايه؟ مين اللي طلع كلام؟ طبعا كريم بقى، اللذيذ في كريم ان هو يفتكر ان يعني ايه البراءه وبتاع، هم متكلمين في كلم على هو كريم عايزه خطاب. كريم خطاب هو عايزه يقول اسمي. مين يعني؟ مين اللي كان يعرف؟ يعني مين اللي كان يعرف؟ قال له هم اثنين، بدر ضياء السيد. ضياء السيد، كابتن ضياء السيد وعادل القيعي. بس مش ضياء السيد. فهم عايزين يبرزوا ومفيش الا اثنين، ان انا اللي طلعت الكلام، انا عادل القيعي. اللي ابني ما بيعرفش انا بعمل ايه، اللي معايا في البيت هطلع كلام. عامل احنا بنروح سوا الموضوع ده ببساطة شديدة جدا. وهو مش انا مش خلقه عشان نتحاور فيه. يعني حتى لو رد عليا اي رد مش هعلق تاني. وكان اللي بيدير الموضوع ومعانا في الصورة كابتن اخوه موجود يعني. فلما جه كابتن وائل، يا كابتن انت مصر على الاهلي؟ انا مصر على الاهلي. خلاص مصر على الاهلي، طب نعمل عقود ليه دلوقتي؟ انت قدامك 6 اشهر. على فكره كنا في الوقت القانوني يعني. كنا داخلين بقى على ال6 اشهر اللي ممكن يتنقل. طب عايز عقد ليه دلوقتي؟ لا عشان اتحرر من الضغوط، انا عليا ضغوط كتير جدا. ماشي. وبعدين تم طلب انه ياخد مبلغ 100,000 جنيه علشان يعني. طب لا، ما هو يقول لك طب انا همضي لك ولو رجعت في كلامك. قلت له عشان كده ما تمضيش، استنى لاخر السنه. لا عايز اقطع العرق وانا محتار، عايز اخلص من الموضوع ده.
انا في مواضيع كده يجي لي هاجس مش مطمن. في حته في حاجه في حته في الموضوع ده. المره الوحيده اللي اصريت ان الفلوس بتدفع في مكتب المحامي الاستاذ حلمي عبد الرازق المره الوحيده. ومعايا مسؤول الحسابات في النادي الاهلي هو اللي مضيه وهو اللي قبضه وهو اللي ياخد منه الوصل. ادي الجانب القانوني ادي الجانب المالي وانا قاعد. ففكرة ان ما كانش حد يعرف، لا كان في حد وسبت واثنين وثلاث كانوا يعرفوا. انا رحت اعمل عمره، هو ذكر ان هو طلبني كنت فعلا في العمره. في العمره انا وانا قاعد في الحرم التليفون عمال بعمله كده فايبريشن يعني، بصيت لقيت اسم كابتن وائل طلع، حسيت خليت مش هيكلمك، خليت صليت يعني. وطلعت كلمته اول ما قال له قلت له رجعت في كلامك؟ فقال لي يا كابتن والله ما تعرف. قلت له خلاص تعملش اي حاجه غير لما ارجع مصر عشان نشوف نعالج الموضوع ده، بكلم يعني بهدوء شديد جدا. كلمني الكابتن حسن اول ما رجعت، كابتن حسن حمدي دكتور كمال درويش كلمني، قال لي الدكتور كمال درويش كلمني ووائل رجع في كلامه وعدلي عايزين نديله العقود. قلت له والله امرك. بس انا يا كابتن انا هبعت لك العقود انت تديها للدكتور كمال. ايوه في ايده. ايوه قال لي لا ازاي ده رئيس نادي ماله هو مال الكلام ده، ادي العقود لوائل. قلت له هقول لك ليه يا كابتن، بص شيكت لا دي حسن. ده 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 راجل يعني. السير حسن حمدي صحيح نبل صحيح. ايه ده صحيح. قلت له بس افتكر كلام يا كابتن، انا عايزك تديله العقود دي لان هم بيشتغلوا على ابراهيم سعيد دلوقتي. ابراهيم سعيد مش عايز يمضي بقالنا شهرين. ابراهيم سعيد اخر مره قلت له طب طلباتك ايه؟ فقال لي 1 2 3. قلت له واحنا موافقين؟ فقال لي طب استنى اما ارجع اسال والدي. قلت له انت مش عايز تيجي يا ابراهيم. ابراهيم سعيد قال عايز احترف بره، جبنا له عقود احتراف بره. الموضوع كان كده تركيا وكده، رفضها 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 كلها لحد ما جه الميعاد اللي انا عارف وكان خلاص وضح يعني هو رايح فين وكده. فهو قلت له يعني انت لما تديه للدكتور كمال يبقى الدكتور كمال ساعه الجد هنقول له برضه انت ابعد عن ابراهيم سعيد وخلاص يا دارما دخلك شر. فالكابتن حسن قال لا ادي لوائل ورقه وما اظنش ان ده هيحصل. اديت الكابتن وائل ورقه وخلصنا. وهو وائل ما يعني ما بعدش عن القصه قوي يعني، معظم القصه صحيحه الا في الجزئيه دي. الشيء طبعا اللي انا ما شفتوش ما اقدرش احكم عليه ان الموضوع اتسرب وان هم في الزمالك قالوا له حد قال لنا في الاهلي، انما التصور او التلميح ان انا في اتنين بس واحد ما قالش واحد ما قالش والتاني مش عايزين نظلمه. لا ما كانتش كده لان ما كانش في كانوش اتنين، ده كان ناس كتير عارفين. هو كان مع اخوه طبعا ما كناش عاملينها يعني، هو فسرها ان كنا عاملينها للتباهي يعني احنا يعني مش يعني خلاص مش بتاعتنا بالظبط واخد بالك. لكن طيب. كهرباء احنا خلصنا كهرباء ولا هنيجي تاني؟ لا هنرجع لكهرباء وكهرباء هيخلص. لا كهرباء فانت كمان في حد برضه في برامج انت بتقول الكابتن جمال عبد الحميد. بص الكابتن جمال عبد الحميد بس في نقطه بس خلص لك دي. فالكابتن كهرباء لما جه العقد ما تسجلش وخلصت السنه ايوه وهو راح السعوديه ولم يوفق عايز يجدد عقده. ودي مشكله كنا بنتابعها كلنا. ايوه والاهلي ما كانش في دماغه ان هو لسه هيعمل ايه معاه خالص يعني. لانه احنا مش مصدقين برضو ان الزمالك هيسيبه. ايوه ومش عارفين ان الزمالك عنده مشكله في قيد او في تسجيل العقد. أيوة. نعرف مين؟ طب لو نعرفها مين اللي قال لنا عليها؟ كهربا. يبقى مين اللي راح يعني مين اللي بيغري التاني؟ يعني كابتن كهربا هو استخدم حقه نتيجه انه كان عايز يجدد العقد بعقد جديد ويمضي. اللي حاصل بينه والزمالك ما خصناش، لكن اتحاد الكوره وثق العقد. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما طلع احمد سمير كابتن احمد سمير فرج
قال لك انا عادي اتوسخ في مارس. في مارس. اه. يناير مدوه لمارس. فكل الناس يجي تقول لك. لا ساعتها بص التخريجه يا اللي بتتكلموا على الاهلي. الزمالك عايز يسجل احمد سمير فرج. فهيشيل مين؟ احمد حسن. فقال لك عشان احمد حسن خارج في مهمه وطنيه هيبقى مدرب او اداري المنتخب. فده يشفع انه يتشال احمد حسن ويتحط احمد سمير فرج في مارس. زي دلوقتي ما الزمالك متبني موقف الاهلي يا عيني وبيساندنا في ان احنا نغير الاثنين المصابين اللي عندنا فنوسع الاستبدال عشان الاهلي يغير اثنين مصابين. طب تقول ايه بس والنبي في الاحداث دي؟ طب تقول ايه عن نظام الكوره في مصر؟ طب تقول ايه على اصحاب النوايا الحسنه وعشمانين في تطوير الكوره المصريه؟ ازاي؟ اذا كنا بنفكر لحد النهارده ان كل يوم وتاني طبقا للظروف عايزين نغير لائحه ونكسر لائحه ونأيد واحد يوم جمعه وواحد في مارس والتاني بعد ميعاد التسجيل بشهرين. اما تتخيل المشاكل يقول لك محتاجين نظبط اللوائح، اللوائح موجوده بس نطبقها. بالظبط. لا وهي ايه اللي في اللوائح؟ لانه برضه في كتير بتتقال. اصل المشكله لازم اللوائح هو ايه اللي في اللوائح يتغير؟ هو انت بتحترمها؟ لا حتى اللي موجود، هو انت في لاعب له عقد بيتهم النادي المتعاقد معاه ان العقد غير صحيح، ويتهم اتحاد الكره اللي كان موجود وقتها انه ما اشتغلش قانوني صح في توثيق العقد وراح سافر بره. النادي البرتغالي عنده عقد معاه، الاهلي استخدم هذا الحق القانوني لانه عنده احتياج فني. طيب كهربا اللي كان بيتقال انه موجود في قائمه الزمالك ازاي اتشال في سبتمبر؟ مين اللي شاله؟ مين اللي حصل بعد القيد؟ ما هو ده السؤال. هو دلوقتي اكتشفوا الزمالك ما سجلش كهربا في قائمته. طب دي خلصت. عارف كهربا دي في حد ذاتها لما تشيل لاعب من قائمتك بقى فري. بالظبط. لما الكابتن جمال عبد الحميد يقول الاهلي هو اللي عمل اللعبه عشان الزمالك يخسر الدوري. الزمالك الاهلي هرب كهربا. لا لا في لا اخر اربع ماتشات. لا لا انا معاه في حاجه لما تاخدها تلاقي المنطق بيقول كده. اصبر عليا اصبر عليا. ده منطقي جدا كلامه. لان الاهلي اصر على تاجيل الدوري لما بعد البطوله الافريقيه عشان يلحق يحرض كهربا عشان يهرب. وكان الاهلي ما كانش بيقاتل عشان الدوري يخلص من ميعاده وكهربا يلعب معاه. لا كمان لما يتقال برضه كابتن جمال لما يتقال انه ده الاهلي مش ماشى كهربا بس، ده ماشى جروس وخرب الفرقه. لو كان الوقت يسمح كنا هنمتعكم بفيديوهات رئيس نادي الزمالك في كلامه على جروس، واعتقد كلكم حافظين الكلام. كان الاهلي ماله؟ كان الاهلي هو اللي وقع ما بين جروس والزمالك؟ الاهلي كان السبب في كل الاتهامات اللي وجهت لجروس؟ ما اعتقدش انه كان يعني حد مش عارف كل اللي اتقال عن جروس وطبيعه او ظروف اللي مشي فيها هذا المدرب. لكن برضو اهو الاهلي السبب الله والخفي. بس كهربا اللي الاهلي حرض على مشيانه ده وصل الامر اربع ماتشات يرجع لثلاث سنين ولا اربع سنين ويقول لك ده ضيع ضربه جزاء في السوبر. طب ما هو اللي تسبب فيها وهو اللي جاب الجون التالي. هو اللي كنت هتعمل له مقام. الله. مقام سيدي كهربا. طب ما نشوف بس علشان يبقى الاهلي في راي الكابتن جمال عبد الحميد هو اللي هرب كهربا في اخر اربع ماتشات. طب ما هو مهيب عبد الهادي الزميل العزيز اللي كان بيسمع للكابتن جمال هو صاحب الانفراد. امتى كهربا هيمشي من الزمالك؟ نفكر. كان في فيديو عرضناه بس الناس بتنسى، حذرنا فيه وقلنا لنادي الزمالك ان كهربا ماشي وعنده مشكله، خدوا بالكم، لان برضو في واحد في النادي دلوقتي او في الزمالك عنده مشكله ممكن يمشي، خدوا بالكم. شوف كهربا عشان تاخدوا بالكم من كهربا، لان في لعيب ممكن يبقى زي كهربا تاني في نادي الزمالك. هو مدافع على فكره. نشوف الفيديو ونرجع مع بعض. عروض كتير؟ عنده عروض كتير. ازاي؟ عنده عروض كتير جدا لان عقده هينتهي في شهر 6. هينتهي في شهر 6؟ كهربا قال لي كده.
أنا صريح. كهربا راح النادي الأهلي. من 10 شهور قلنا الكلام ده. من 10 شهور من شهر 2 نفس الكلام دلوقتي بنقول أهو دلوقتي. في بعض اللعيبة في نادي الزمالك لازم تتظبط. تعالى اقعد ظبط. سد بقى عندك ثغرة هنا سدها، عندك هنا حاجة اعملها، عندك حاجة هنا اعملها. قفل قفل قفل. في كده لو في إخرام كده قفلها سدها. مش عايز براحتك. عشان ما ارجعش اقطع الحلقه دي تاني. يعني يا كابتن جمال ده مهيب بيحذرك وبيقول لك من شهر 2 كهربا ماشي. كاس الامم اللي انت بتتكلم عليها كانت 20/6. فين الاهلي؟ ايه علاقته؟ بس كهربا بقى هو الاهلي بيه طلع قال انا هاخد فلان وهاخد فلان وهفضي لك فرقتك. ده احنا كل يوم بقى لنا سنتين عايشين الفيلم ده. هاخد منك وهسويه فيك وهعمل فرقتك بتتكلموا ازاي؟ كيف يتهم الاهلي؟ ومين اللي مين اللي مين اللي بي 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 عنده هذا التوجه؟ لكن كمان ما تبقاش اللعيب الفريق اللي اقدر اجيبه ما اجيبوش عشان ما يتقالش ان انا اللي ورا الموضوع. كنادي اهلي ازاي الكلام ده؟ طيب ما هو كهربا ايه؟ هيتوه دمه بين القبائل. مهيب عبد الهادي انفرد وقال لك في شهر 2 يا كابتن جمال مش في شهر 7، في شهر 2 الراجل قال لك كهربا ماشي. كريم حسن شحات قال حاجه تانية خالص وبرضه بينفرد. نشوف. انا قايل على موضوع كهربا واحنا في البرنامج هنا قلنا يوم 28/7 يعني من حوالي 4 شهور ونص. كان لسه الدوري البرتغالي ما بدأش وكان لسه حتى الدوري المصري ما بدأش، وقلنا ان كهربا هينتقل الى النادي الاهلي. خلينا نشوف كده الفيديو ده وبعدين نتفرج على ماتش الاهلي ودجله وبقيه الماتشات. وزي ما قلت لكم قبل كده واضح جدا ان كهربا رايح فريق ديبورتيفو قفش. ده مجرد محطه، مجرد ترانزيت، ان مش فرقه كبيره، يعني مش فرقه كبيره اللي هي تبقى طموح كهربا ان هو ينتقل. هي مجرد ممكن 6 شهور لغايه شهر يناير وبعدين يرجع على النادي الاهلي. ده اعتقد السيناريو ده كان يعني جزء من حلقه في كوره كل يوم بتاريخ 28/7. اول ما كهربا سافر الى البرتغال، او كان سافر قبلها تركيا وكان في مفاوضات مع احد الانديه التركيه وبعدين ما نجحتش المفاوضات فانتقل للبرتغال. النادي سبورتيفو قفش البرتغالي ووقع، واحنا هنا طلعنا قلنا الكلام اللي انتم سمعتوه ان كهربا انتقاله للبرتغال دي هتكون محطه لعودته مرة أخرى للنادي الأهلي. على فكرة بس هي المشكلة كلها أنه كان لابد من الزج بالأهلي في أي مشكلة تحدث. ها؟ لأن لحد أسبوع فات ولا من 10 أيام كان في كلام، هو كهربا في بيراميد ولا في الأهلي؟ كان كده؟ أيوه كلام؟ يعني يعني هو 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 الفكره كلها كهربا كان عايز يحدد موقفه. انا مش هو كان وجهه نظره ودي كانت واضحه للي مش للي عايز يشوف، انما اللي عايز يتجاهل ويلوم غيره هيفضل سايب النقطه دي. كهربا كان عنده مشكله ان عقدي ده ما ينفعش يتسجل، تعال نقعد ونتكلم في حاجات جديده. الظاهر انه اتوعد مره واثنين وثلاثه زائد المعاملات اللي كان بيتعاملها خليته خد قرار. طيب كهربا دلوقتي متاح، الاهلي من حقه يفكر انا عايزه كهربا دلوقتي منور ومحتاج ولا لا. الرؤيه الفنيه لا محتاجينه ورغبه اللاعب انه يجي على النادي الاهلي خلاص جه. ما تقعدش تقول لي هو انا قعدت الومك انت في نادي الزمالك لما كهربا جه ودخل اهو، بس لو الذكر يطلع العقد بتاعه بقى. لا انا بس عايز اقول حاجه، أنا لا لومتك ولا اتكلمت عليك لما رحت تعاقدت مع كابتن عصام الحضري. صحيح. ولسه قضيته كانت شغالة وبيلعب بالبطاقة المؤقتة. وراح من الإسماعيلي، زمالك إسماعيلي. وما الأهلي ما لا عاتب ده ولا عاتب ده، لا خلاص. أنا اللعيب صاحب إرادة إنه يروح الحتة اللي هو عايزها. وأنا خدت قراري. وأنا مش هيرجع لي. لحد أنت ما تشوف الحكم هيكون ايه. ولما يعني لما الكابتن عصام مشي
قعدنا نلقي بالتهم بقى على الاجهزه الفنيه وعلى على مين المسؤول اللي ساعده وكان كل مصر بتقول له كان عندك حق كان عندك حق كان عندك حق. ليه دلوقتي هذا الحق ما ياخدوش غيره رغم الظروف مختلفه؟ ان دي بعد نهايه موسم كابتن حسام كان حاضر لعب معاك بالليل لعب معاك بالليل وتاني يوم سافر بالليل بالظبط في المصري الصبح كلمونا قالوا لنا ده في شهر فبراير حتى الخيط كان خلص على الكاونتر بتاع سويس اير المكالمه جات لي كده 9:30 الصبح وانا يوم دخلت 28 فبراير انا دخلت 2008. كان مالو جوسيبي استعد نازل الملعب هو والفرقه قلت لهم كلموني مكالمه دلوقتي كذا 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 فالموضوع كان كده خلاص يعني دي سكه تقفلها انما انك تدور على حد تلقي عليه اللوم هذا كلام مش صح وزي ما يكون يعني انا بقول ايه احيانا وانت بتدافع كتير صدقني ما بتدافعش انت بتثبت الخطا عليك بدليل مع كل الكلام ان الاهلي هرب كهربا الاهلي مشى كهربا الاهلي هيجيب كهربا الاهلي ورا ازمه كهربا كابتن طارق يحيى لغايه من كام يوم اخر كلام انه كهربا يتمنى يقعد في الزمالك بعد كل ده طب ما نشوف انا عايز اقول لك على حاجه بس يعني ايه يعني ما مش عارف الناس هتفهمني ولا هتفهم غلط ولا ايه لا هنفهمك كهربا يتمنى العوده لنادي الزمالك تاني وخد ده كلام ثقة. كهربا يتمنى العودة لنادي الزمالك تاني. من الآخر يتمنى؟ طب ما في النادي الأهلي بيقول لك خلاص خلص 4 سنين ونص. بس بقول لك عليه. أنا بقول لك كهربا دي معلومة. معلومة مؤكدة يتمنى العودة لنادي الزمالك تاني. من الآخر يعني. من الآخر. تمام. يعني الكابتن طارق يحيى باشمهندس عنده معلومة الراجل قال دي معلومة. انا هو هنزعل من اي حد يختلف مع توجهنا لكن هو حر بس ما يلومش غيره بقى هنا النقطه يعني ما انت متاكد من كده تهتوا لقيناه طب ما كان بيتمنى ايه المشكله فين المشكله فين المشكله هنا والاهلي لا كان مضى ولا كان يقدر ساعتها يمضي فاهمني صحيح طب هو نادي الاهلي لو هو ورا الموضوع ده يستنى اللفه الطويله دي ولا يخش عدل في المشكله وفي ثغره بالظبط في انك ما سجلتش واضحه ما سجلتش العقد في ميعاده والمعلومه كانت عند الوسط الرياضي كله بالظبط لو انا ساعتها بقى جبته ومضيته كانت هتبقى في مشكله حتى لو اترفع الامر والاتحاد اول الاتحاد ما كانش هيسجله كان هيبقى في ظل مشكله كبيره هيعمل هولد واللي عايز يشتكي واللي عايز يعمل لكن ما حصلش من الاهلي كده. فما تربطش ان الاهلي ورا اي تفكير في خلافك مع لاعب. الاهلي ما بيخشش يعمل خلافات بين اللاعب وناديه. عنده خلاف طيب نشوف ينتهي الى ايه ولو عايزينه بنتكلم مش عايزينه خلاص. لو كان الوقت يسمح كان ممكن متعناكم بحاله الكونتراست الغريبه. فعلا فقرة كوميدية جدا ما بين كهربا شيطان دلوقتي كهربا كذا وكهربا كذا وكهربا كذا واللي ابوه واللي اخوه واللي كل الكلام اللي انتم بتسمعوه وقبلها كهربا هنعمل له مقام كهربا مش هيمشي من النادي احنا هنعمل مقام سيدي كهربا احنا متمسكين بكهربا كهربا اخطر لاعب في الفرقة كهربا منتمي كهربا و و عن نفس الشخص من نفس الاشخاص ليه؟ لانه هي احنا لما بنختلف بنفتقد كل حاجه بننسى حتى كانت ارائنا في الشخص نفسه بكل ثوابت بكل ثباتها وكل قيمتها كانت عامله ازاي وان يطلع بقى المراهنات اتحدى ان كهربا هيتسجل في يناير في النادي الاهلي وبعدين يطلع حد عليم ببواطن الامور ويتقال له يا ابني اللعيبه انت جبتها ازاي دي يقول لك ما هيحصل فيه زي اللي حصل في كوليبالي. كوليبالي النجم الساحلي ما قدرش يسجله الا لما الاهلي خد فلوسه. يا عم الحاله دي غير دي خالص. لا هي افرض ان هي هنا في حكم. أيوة. واجب النفاذ. ما هو ده اللي انا بقوله لك. كوليبالي خد حكم. الاهلي مع كوليبالي بينفذ حكم قضائي.
الزمالك في موضوع كهرباء الامر معروف للنزاع. لا استنى، وعلى فكره هو نجم الساحلي ما كانش محتاجني، لو الفلوس اتحطت في حساب الاهلي مش محتاجني يسجلوا من غير ما يجي بالظبط، انما النجم الساحلي كان عايز يقسط، ادي الفكره. هي هنا صدر حكم لصالح الاهلي في كوليبالي، فبالتالي لازم أن يتنفذ. النادي اللي ياخد كوليبالي لازم أن يدفع ينفذ الحكم اللي صادر للاهلي. كهربا لم يصدر فيه حكم بعد، فالحاله غير الحاله خالص، دي غير دي. الجزئيه بتاعت مين بيتحدى ان الاهلي مش هيتسجل في يناير، طب على اي اساس بتتحدى؟ وجبت ده منين؟ طب ما نسمع راي قانوني للاستاذ محمد بيومي في تايم سبورت. هل في تصريحات مسيئة صدرت من وسائل الإعلام ضد كهربا؟ نعم. تصريحات مسيئة صدرت من اللاعب ضد كهربا. فيما قبل ولا فيما بعد؟ برضه عشان هتلاقي إيه ناس يقول لك ده حصل من بعد ردة فعل من مجلس الإدارة وليس فيما قبل انتقاله لقفش. ما هو الحاجات دي حصلت قبل انتقاله مباشرة. تمام. كويس. واللي أنا عاوز أقوله لسيادتك إن الوسائل الإعلامية الموثقة أو الفيديوهات بتاخذ فيها غرفه صد المنازعات كاحد اسباب انهاء قضيه كهرباء، قضيه دوليه لانه انتقل من نادي مصري الى نادي برتغالي. تمام. فدي يفصل فيها الاتحاد الدولي لكره القدم. فدي قضيه دوليه مش الاتحاد المحلي. ما بسال بتتداول قد ايه عشان نعرف. لا لا لا. ممكن تمام. مش اقل من سنه. وبعد صدور الحكم كمان يحق لاي طرف أو الطرفين يستأنف عليه؟ يستأنفوا في محكمة التحكيم الرياضي ياخد لها كمان 7-8 شهور. كويس؟ فاحنا بنتكلم القضية دي من سنة ونص لسنتين لغاية ما يصدر القرار النهائي. النادي الأهلي له علاقة بالقضية دي بشكل أو بآخر؟ النادي الأهلي ليس طرف في هذا النزاع. تمام. من قريب أو بعيد. تمام. خالص هو مش طرف. صحيح. قضية نادي الزمالك مع النادي البرتغالي. الاهلي ما هوش طرف، الاهلي اشترى لاعب فسخ عقده مع النادي البرتغالي. الفيفا اداله بطاقه مؤقته لعب بيها للنادي البرتغالي، لكن لا يفتى وانت موجود يا باشمهندس في جزئيه توثيق عقد كهربا محل الخلاف. كهربا نادي الزمالك وقع معاه عقد جديد وثقه بعد مده، اتحاد الكره قال وثقنا العقد. سمعت اراء قانونيه انه لازم في التوثيق يسجل في السيستم بتاع الاتحاد الدولي، السيستم الدولي، ولو لم يسجل لا يعد بالورق، الورق اللي معاك لا بعد مده انتهى. يعني دلوقتي كل قوام الاتحاد المصري بتروح تتوثق في السيستم بتاع الاتحاد الدولي بيبلغ بيها، بيبلغ بيها تسجل في لحظتها. طيب ما يمكن ده اللي فجر دلوقتي ان هو اسمه اترفع من ال في الاستبدالات. يعني هو غالبا هو ده اللي حصل انه اترفع في اغسطس انه في الاستبدالات او في سبتمبر. لكن ايه اللي اترفع؟ هو عايزين نفرق بين القايمه وبين العقد. العقد ده اللي بين ناديين بيروح الاتحاد بتاعك فيه بيتسجل وبيدفع عليه رسوم. لكن من ساعه ما تمضي وتحط تاريخ على العقد ما يعديش شهر شهر ويوم ما ينفعش. اللائحه بتقول يبقى العقد كان لم يكن. ايوه. وده هو ده يبدو ان هو ده المشكل بتاع كهربا لما كان بيقول عايز اجدد وجدد وجددوا له احتفظوا بالعقد وبعدين ما وثقهوش وبعدين كان في عقد تاني قديم حبوا يمشوا القديم. قصه في نادي الزمالك انا ما مش عارف تفاصيلها لانها اتحكت بكذا طريقه. لكن في النهايه ان في عقد اتوثق بعد تاريخه، ودي النقطة اللي كان مستند إليها كهربا والده في إنه يفسخ العقد. ودي اللي خلتهم في دماغهم إن إحنا طب هنطلع بره بقى ونعمل ناخد شهادة مؤقتة ونلعب بره لحد ما يحلها الحلال. فالزج باسم الأهلي في مشاكل الزمالك. طب هو الأهلي كان ورا حمد النقاز؟ والله ممكن حد برضه يدعبس له على كلمتين كده ويقول يعني يا جماعة مش كده. يا جماعة عندنا جماهير هنا يا أيوة جماعة بالزبط. عندنا جماهير هنا وهنا وأنا بكلم بالزبط. جمهور الزمالك اللي هو عايز يفكر بالعقل كده يعني. أيوة. الموضوع ما يمشيش. ده هو نادي الزمالك ده نادي يتعمل فيه الكلام ده؟ ما كانش فيه يعني
حاجه بين اللاعب والنادي ما يعرفهاش حد غير هما الاثنين بيستفيدوا من المعلومات دي مع بعض. ايوه. لان دي معلومات داخليه قوي ما حدش يعرفها. ايوه. فمساله ان وبعدين يربطوها لك بالدوري عشان يجد مبرر لضياع الدوري، وكان كهربا لو اصيب يبقى الدوري لازم يروح من الزمالك. وغاب النهارده فخسر الزمالك من الطلائع. ايه ده الكلام ده؟ نادي الزمالك هيقف على اي حد لو عنده مقاومات البطل هيكسب في النهايه. طب فنيا هل الاهلي محتاج كهربا ولا جايبه عشان يضايق ويغيظ الزمالك؟ أوه. نشوف الراي الفني للكابتن وليد صلاح الدين. انت فايلر مدير فني النادي الاهلي وعندك لعيب مهم زي كهربا، اسم كبير، لعيب دولي اشتغل مع اكتر فريق بامتياز وكان مستواه رائع جدا، تغير خطتك عليه، تغير تشكيلتك اللي ماشيه كويس عليه، ولا تستخدمه ازاي؟ قول لي كده الان يستخدم فايلر كهربا ازاي؟ طيب خلينا نقول ان صفقه كبيره للنادي الاهلي، لعيب دولي مع سنه صغير، عنده لياقه بدنيه عاليه، عنده سرعه، عنده واحد ضد واحد رائع. النادي الاهلي بيأكد ان الاجراءات كلها بنسبه 100% قانونيه، نادي الزمالك بيأكد ان كهربا من حق نادي الزمالك، هنشوف الاجراءات القانونيه هتروح لصالح مين، لكن كهربا اضافه 100%. فكره التوظيف خد بالك هو اول ما هيتمرن مع النادي الاهلي مش هيلعب على طول، بس هي الفكره اوظفه فين؟ كهربا لعيب كبير وعنده ميزه ان هو بيتاقلم مع اي مركز بسرعه. يعني كهربا لعب ناحيه الشمال وبتفق مع الاستاذ حسن ان هو كجناح شمال ده الانسب لكهربا، لكن هو كمان لعب راس حربه ولعب تحت الراس حربه ولعب ناحيه اليمين. صحيح. فالاربع مراكز اللي قدام كهربا يجيد فيهم بشكل كويس قوي. وبعدين مش عايزين نروح لحته هو بديل لرمضان ولا لا، خلاص هو لعيب النادي الاهلي تعاقد معاه، دخل في وسط 30 لاعب، ممكن يوظف بقى، يقعد احتياطي وينزل. صحيح. يبتدي صحيح. على حساب حد، يبتدي. صحيح. على حساب رمضان نفسه. برافو عليك. هي صحيح. الفكره انه بقى لاعب في النادي الاهلي. طب انا بقى كفايه كهربا ومقارناته كده، كهربا دلوقتي لعيب في النادي الاهلي، ها كهربا دلوقتي مع جهاز فني يلعب طبقا لرؤيه الجهاز الفني وما يقدمه. تمام. عليه أن يدخل نسيج النادي الأهلي وهو يستطيع أن يدخل وبسرعة ويثبت وجوده. أنا بس في عايز حاجة أقولها، لأن سمعت كلام لأحد الزملاء اللي مش عايز يبطل أنه يلسن ويتكلم في حاجات مش حقيقية لحد ما بيصدق نفسه في الآخر. يقول لك ما هو عدل القيعي في موضوع كهربا، هو عدل القيعي مش كان في اتحاد الكورة بيشوف الثغرة بتاعت إسلام الشاطر ومش عارف ايه، وهو عدل القيعي مش وقتها كان مدير التسويق في النادي الاهلي وفي اتحاد الكوره، وبعد كده يقول لك الاستاذ عمرو الجنايني. يا استاذي الفاضل انا هتوجه لجمهور الزمالك، لان كفايه عبث بالناس شويه بقى. هذا الاتحاد كان مكون من رئيسه عصام عبد المنعم، الاستاذ عصام عبد المنعم، بدون بقى عشان نلحق نقول، ممدوح عباس زمالك، امين صندوق نائب الرئيس، طارق غنيم زمالك، سكرتير عام عدل القيعي، عضويه من ايمن يونس زمالك، دكتور اشرف صبحي زمالك، فيكن جازمجيان والمهندس هاني ابو ريده بصفته في الاتحاد الدولي. 4-2 وهاني ابو ريده. وبرضه الكابتن هاني ابو ريده معروف انه زملكاوي. اقرب للاربعه من الاثنين. بعد كده يصبح الاستاذ طارق غنيم نائب رئيس نادي الزمالك. المهندس طارق غنيم. الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. وعلى فكره انا كنت مدير العلاقات العامه في الزمالك، انا كنت مدير التسويق ومدير العلاقات العامه في الزمالك. صحيح. وزير الشباب والاستاذ ايمن يونس واحد من المع المحللين. صحيح. فيكن طبعا كان سكرتير مساعد الاتحاد الافريقي ومن اكبر عتاه الزمالك. هل يعقل إن عدل القيعي يلعب بكل دول؟ لا، حاجة تانية أهم.
انت عارف مين اللي كان رئيس لجنه شؤون اللاعبين في المجلس والمسؤول عن اللجنه؟ طارق غنيم. طارق غنيم لم يكن لي علاقه بيها خالص. ما هو ده زي ان حلم زموره. وبعدين ثغره ايه والنبي استنى بس، ثغره ايه اللي هشوفها؟ عادي اسلام الشاطر الراجل كاتب شرط جزائي، هو كاتبه وهو مش عارف انه كاتبه، وكاتبه عشان يستفيد منه وقت ما يحب. ثغره ايه؟ والحلقه الجايه هناك الكثير من الثرثره على شاطئ السوشيال ميديا. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.